تمام. احنا ان شاء الله باذنك يا رب هنتعلم مع بعض جافا بروجرامينج. خش عليا من 1 ل 6. هنتعلم مع بعض لغه الجافا. قبل ما نبدا في لغه الجافا لازم تعرف بروجرامينج. ايه اللغات المنافسه لحضرتك؟ ايه اللغات المنافسه لحضرتك؟ تبقى تخش طالما انت دخلت في مجال البرمجه لازم تعرف اللي حواليك. ايه اللي حواليك؟ اقول لك اول حاجه عندنا لغه اسمها سي، عندنا لغه اسمها سي بلس بلس، عندنا لغه اسمها سي شارب، عندنا لغه اسمها سي اف شارب، عندنا لغه اسمها بي ال اس كيو ال، عندنا لغه اسمها بي اتش بي، تمام، عندنا لغه اسمها جافا، عندنا لغه اسمها بايثون، تمام، عندنا لغة اسمها بايثون، عندنا لغة اسمها جوسون، مع ان الجوسون دي مش مشهورة، عندنا لغة تانية اسمها في بي دوت نت اللي هي فيجوال بيزك، في بي دوت نت، عندنا لغة اسمها فيجوال بيزك اللي هي في بي برضه. دي كل لغات برمجة. الفرق بين كل لغة والتانية طريقة الكتابة. زي ما بقول لحضرتك اكتب بالانجليزي السلام جود باي، وانا اكتب السلام عليكم، الاثنين بيأدوا نفس المعنى، بس في الاول وفي الاخر دي ليها طريقه ودي ليها طريقه. بس الباشمهندس راح كتبها بالاسباني برضو السلام عليكم، بس برضو دي ليها طريقه ودي ليها طريقه ودي ليها طريقه، الثلاثه بيوصلوا لكلمه السلام عليكم، تمام، فاهمني؟ فهي الفكره في كده. بس ال 11 دول وان ما كان في حاجات ثانيه، تمام، بيأدوا نفس الطريقه، بيأدوا نفس الشغل، تقدر تعمل برنامج بيهم، بس الفرق طريقه الكتابه ما بين كل ايه لغه والثانيه. اعلى لغه على مستوى العالم كريتنج الجافا، اقوى لغه على مستوى العالم كريتنج الجافا. طب ليه؟ اولا هي سكيور اكتر، تمام، ميزتها انها بتشتغل على اي بلاتفورم. اي بلاتفورم يعني ايه؟ يعني تشتغل على الابل، تشتغل على الويندوز، تشتغل على اي بلاتفورم، على اي نوع ويندوز، هو دي ميزه الجافا. خلاص، عيبها الوحيد، يمكن عيبها الوحيد اللي في البلد بتاعتنا اللايسنس بتاعتها غاليه. اللايسنس بتاعتها معناها ان حضرتك لما تيجي تعمل سيستم لاي شركه محتاج ترخيص عشان تشتغل بالبرنامج، وخصوصا لو انت بتعمل برنامج تربح من وراه. يعني انت مثلا بتعمل برنامج لعياده هتاخد فلوس، فبالتالي انت بتستفاد من منتجات شركه مايكروسوفت او منتجات الشركه دي، فانت محتاج ترخص. ترخيص الجافا غالي، ترخيص سيرفرات الجافا والجافا غالي، فبالتالي تلاقي ناس ايه مش كتير شغالين جافا، مش كتير شغالين جافا. لما تيجي تروح لمركز عيادات وتقول له هعمل سيستم، يجي مثلا مايكل ولا مين هيعملوا سيستم وايمن هيعملوا سيستم، يجي مين هيقول له 10000 جنيه، يجي ايمن يقول له 5000 جنيه. طب ليه؟ عشان مين شغال جافا وايمن شغال سي شارب، منتجات منتج مايكروسوفت، منتجات مايكروسوفت فور فري، فري بس طبعا مش اقوى من الجافا. منتجات الجافا اللي شغال بيها مينا مش ال 10000 مش هيحطهم في جيبه، منهم يجي له نصهم رايح ايه؟ ترخيص لايسنس، فاهمني؟ فيجي العميل يقول لك ايه؟ لا انا اشتغل مع سي شارب مع الارخص، انا مش فاهمني جافا ولا سي شارب، فاهمني؟ خلاص، بس طبعا كجافا اقوى. جافا بقى شغاله فين بقى؟ وغصب عنك لازم تشتغل جافا، الاندرويد، الاندرويد شغال جافا، الاندرويد ستوديو والايفون شغالين جافا، فجزء الاي او اس كل شغالين الموبايل ابلكيشن شغالين جافا، العاب كتير جدا شغاله جافا، حتى ما انت تيجي تفتح عليها تلاقي لودنج جافا. خلاص، فالجافا اقوى وريتنج اعلى. كل اللغات اللي انت شايفها ديت بتادي نفس الغرض، تمام، مع اختلاف طريقة الكتابة، إلا لغة واحدة، لغة البايثون. لغة البايثون دي اللغة الوحيدة اللي مختلفة عن كل اللي فوق. لغة البايثون اللغة الوحيدة تقدر تتعامل مع الفويس ريكوجنيشن. الفويس ريكوجنيشن اللي هو حضرتك اللي عاملاها جوجل، لما بتخش على موقع جوجل ولو جيت هنا رحت كتبت كده ورحت جيت قلت مودرن أكاديمي، تمام، هتلاقي المفروض يكتب، بص رحت قال لك إيه؟ رحت كتبها، راح كتب مودرن أكاديمي. الحركه دي لما خد من بقي وحولها لكلام دي البايثون. الوحيد اللي بيعمل الحركه دي ويتعامل مع الفويس ريكوجنيشن هو مين؟ البايثون. اي لغه تانية لا، محتاجه بقى قصه عشان تعمل الموضوع ده. اما باقي لغات البرمجه السي والسي بلس بلس السي شارب، دول تطورات بعض، دول تطورات بعض. اف شارب نزلت من منتجات مايكروسوفت ومحدش سمع عنها في طبق اليوم حتى، والناس ما اشتغلتش بيها ولا حد عرفها للاسف، ما اشتغلتش. عندك لغه البي ال اس كيو ال، منتج من منتجات اوريكل، شركه اوريكل، وبرده ما حدش سمع عنها للاسف. بعد كده البي اتش بي،
منتج من منتجات الماي اس كيو ال، ومنتج سوري من منتجات شركه سان، شركه سان عشان سان دي اللي بعت شركه اوراكل هنتكلم فيها دلوقتي. بي اتش بي انتوا كلكم سمعتوها في المواقع، كله بيقول لك ايه الفيسبوك معمول بي اتش بي، الفيسبوك معمول بي اتش بي فعلا، بس هي لغه، هي تقنيه ولغه، لغه بي اتش بي ليها طريقه في الكتابه برضو. عندك لغه الجافا اللي هو الكور بتاعنا وشغلنا، عندك لغه البايثون، ابسط مثال للبايثون انا قلت لك من شويه، عندك لغه الجوسون، لغه الجوسون شغاله مع لغه البي اتش بي خلاص، ليها برضو طريقه التعامل. عندك لغه الفي دوت نت والفيجوال بيزك، قعد اللي كان دارس برمجه قعد اشتغلوا شويه فتره حلوين جدا على فكره. انا شغال بروجرامنج من 2002، من 2002 وانا في ثالثه كليه كنت شغال بروجرامنج، ثانيه كليه بالظبط بدات برمجه. اول ما بدانا فيجوال بيزك دوت نت، كان فيجوال بيزك 6، بعد كده اشتغلنا في دوت نت، يمكن الناس القديمه تعرف الكلام ده في دوت نت، بعد كده رحنا اشتغلنا سي شارب، بعد كده رحت اشتغلت بي ال اس كيو ال، بعد كده رحت اشتغلت جافا وبايثون. الباقي ما طرقتش ليه بصراحه. بايثون دي اجدد حاجه دلوقتي، يعني انا نصيحه ليك بعد ما بتخلص الجافا خش على بايثون. شوف انا وريتك مثال من بايثون، اكيد اكيد الجيل الجاي كله هيبقى كده، انك تكلم الجهاز مش تكتب للجهاز. الجيل الجاي انك تكلم الجهاز زي خدمه سيري اللي في الايفون، تمام؟ خدمه سيري معموله بالبايثون، معموله كده. شوف هتبدا بقى ايه تفكر انت تشوف الدنيا شغاله ازاي. اكيد الجيل الجاي شغال ماشي في التراك ده خلاص، الجيل كل مدى بيسهل العمليه للمستخدم خلاص. فدي كل لغات البروجرامنج اللي انت اللي هي منافسه ليك. طبعا اقوى لغه دي، تمام؟ بعد كده اشهر لغه دي، اشهرهم، في فرق بين اقوى واشهر اهي، في اقوى واشهر. زي مثلا اقوى عربيه بي ام دبليو مرسيدس، بس اشهر عربيات تلاقي العربيات الصينيه في الطريق دلوقتي وهينضال الكوري، صح ولا غلط؟ اشهرهم بس مش اقواهم خلاص. اشهرهم ليه؟ بتبقى سهل الشراء الكلام ده كله. هنا برضو السي شارب اللايسنس بتاعتها رخيصه وتعلمها كويس واوبن سورس، فتقدر تتعامل معاها بسهوله خلاص. فدي تعتبر اشهر لغه في البلد بتاعتنا كمان بالذات. اقوى لغه لا، على مستوى العالم جافا. عمالين دلوقتي الاثنين بيحاربوا بعض، جافا وبايثون، الاثنين بقوا منافسين لبعض جدا، جافا وبايثون. بايثون دي لغه محترمه جدا. طيب احنا كلنا شغالين والكورس بتاعنا على الجافا. طيب حضرتك لما بتيجي تتعامل مع الجافا بتختار برنامج تتعامل بيه. اولا الجافا منتج من منتجات شركه سان، نعم. الجافا الجافا اي لغه من دول عشان تشتغلها محتاج برنامج تشتغل عليه. اي لغه من دول عشان تشتغلها محتاج برنامج تشتغل عليه. الثلاثه دول ان ما كانش الاربعه دول، الاربعه دول برنامج فيجوال ستوديو، برنامج فيجوال ستوديو منتج من منتجات مايكروسوفت، تمام؟ بتوع مودرن في سنه كام؟ ثالثه. برنامج منتج من منتجات مايكروسوفت فيجوال ستوديو. البي ال اس كيو ال عشان تشتغل باللغه دي لازم تستخدم برنامج اسمه اوراكل، لازم تستخدم برنامج اسمه اوراكل. لا ده الاس كيو ال هي الداتابيز، عشان كده قلت لك البي ال محدش سمعها. البي ال دي لغه برمجه انا اشتغل، انا سيرتيفايد اوراكل من شركه اوراكل ايجيبت سنه 2006، واخد شهاده منهم وسيرتيفايد منهم. بس للاسف لما جيت خدت الاوراكل درسونا بي ال اس كيو ال، محدش سمع عنها خالص. اوراكل دي شركه اقوى لغه، او سوري مش اقوى لغه، اقوى شركه على مستوى العالم داتابيز، بس مش اقوى لغه برمجه. عملت ايه بقى؟ هقول لك دلوقتي كمان شويه خلاص. ده بي ال اس كيو ال، الاس كيو اللي بتتكلم عنها دي اسمها اس كيو ال، ستاندرد كويري لانجوج. اما هنا بي ال اس كيو تختلف تماما عن الثانيه، حتى دايما تلاقي الناس متلخبط ما بينهم خلاص. لغه البي ال اس كيو عشان تشتغل بيها محتاج برنامج اوراكل، لغه البي اتش بي عشان تشتغل بيها محتاج برنامج دريم ويفر وتيب فرونت بيج، في برامج كتير ممكن تختار تشتغل على نوت باد، تمام؟ الجافا بقى اللي احنا هنشتغل بيها، الجافا عشان تشتغل بيها عندنا كذا برنامج، اشهرهم نيت بينز. بعد كده في برنامج تاني اسمه ايكليبس، تمام؟ في برنامج تالت اسمه اوراكل جي ديفلوبر، اوراكل جي ديفلوبر، برنامج تالت اسمه اوراكل جي ديفلوبر، في برنامج اسمه جي كرييتور، جي حتى يمكن الجامعات كلها بتسطب جي كرييتور، تمام؟ في البرامج ديت، تمام؟ اللي بتشغل الفرق ان كل واحد من دول طريقه تعامل انترفيس لوحدها، اما لغه البرمجه واحده جافا.
كل زي ما انت بتسطب مثلا برنامج ميديا بلاير يشغل فيديوهات، واحد تاني بيسطب برنامج في ال سي، ايه الفرق؟ طريقه التعامل، هنا البلاي كذا هنا البلاي كذا، حضرتك فاهمني؟ بس احنا هنشتغل باذنك يا رب على برنامج النيت بينز، اشهر حاجه النيت بينز ده، وناس كتير جدا شغالين بيه. انت عايز تشتغل باي واحد من دول مفيش فرق، يا اما نيت بينز، يا اما جي كرييتور، يا اما اوراكل جي ديفلوبر، يا اما ايكليبس، الاربعه يقدروا يشتغلوا بلغه الجافا. البايثون والجوسون ليه برنامج اسمه بايثون، الفي بي دوت نت والفيجوال بيزك، الفي بي دوت نت ليه برنامج فيجوال ستوديو لسه لك عليه، الفيجوال بيزك ليه برنامج اسمه فيجوال بيزك 6. خلاص انا بس ده كان بقول لك على اللغات عشان ما ينفعش تيجي تقول لك ايه واحد يقول لك هو انت شغال ببرمجه ايه جافا، طب وانت تعرف لغات ثانيه؟ هيجي يقول لك مثلا اف شارب، ايه دي؟ لا، فلازم تعرف ان اللغات الثانيه في لغات موجوده تبقى حتى على الدرايه باساميها فقط. ايه الكوتلين دي الجديده؟ اه نازله جديده اللي من دول مع الاندرويد بالذات. طب هم دول يعتبروا تبع الديسكتوب ابلكيشن؟ لا تمام، لسه هنتكلم في الحته دي. طيب كل لغه من دول قال لك اللغات دي بتعمل حاجات، بتعمل ايه؟ برامج. عندنا ثلاث انواع من البرامج، عندنا ثلاث انواع من البرامج، يا برامج ديسكتوب ابلكيشن، يا برامج ويب ابلكيشن، يا برامج موبايل ابلكيشن. تمام، انت كمبرمج ولو عايز تخش في تراك البرمجه تمام تبدا تعرف تعمل الثلاث حاجات دول، ديسكتوب ابلكيشن، ويب ابلكيشن، موبايل ابلكيشن. نبداها من فوق. موبايل ابلكيشن انك تعرف تعمل برامج موبايلات زي الكورس اللي لسه خلصان، لسه مخلص معاهم ولسه ماشيين دلوقتي حالا، بنتعلم ازاي نعمل برامج على الموبايل. انت اللي تعمل برامج على الموبايل، يعني احنا هنا بنشغل وبيشغلوا على اجهزتهم برامج على الموبايل بتاعهم، زي البرامج كل البرامج اللي شكلها علامه الاندرويد دي احنا اللي عاملينها معاهم في الكورس، وتشتغل على اجهزتهم ازاي بلغه الجافا، ازاي تتعلم تعمل برامج زي كده. بعد كده في مواقع انترنت اللي هي ويب ابلكيشن، تقدر تعمل مواقع زي موقع فيسبوك، زي موقع ياهو، زي موقع جوجل، ازاي تبني مواقع زي كده. تمام، بعد كده برامج الديسكتوب، المقصود ببرامج الديسكتوب يبقى برامج الويب، المواقع، برامج الموبايل، برنامج اشتغل. ما تقولش تيجي تقول بقى ايه هعمل برنامج يفتح كاميرا، لا هعمل برنامج يعمل اتصال، لا، برامج الموبايل اللي انا اقصدها زي بالظبط تيجي يقول لك ايه نحمل برنامج السي بي سي عشان تعرف الاخبار، ازاي تعمل البرنامج ده وازاي تحمل وترفع على جوجل بلاي ستور، حمل برنامج اللي هو ذا فويس بتاع التصويت بتاع الاغاني عشان تعرف اخبار التصويت، ده برنامج ازاي يتعمل. يجي مثلا بقى شركه زي شركه جوميا ولا سو تقول لك اعمل لي برنامج موبايل ابلكيشن، هي دي البرامج اللي انا اقصدها. يجي والدك دكتور مثلا وعنده عياده يقول لك يا ابني اعمل لي موبايل ابلكيشن بدل ما تخلي الناس تيجي تحجز، لا تفتح الموبايل وتحجز، هي دي البرامج اللي انا اقصدها. اما البرامج الترفيهيه والكلام ده كله لا مش ده اللي انا اقصده، انا اقصد برامج تجاريه، برامج فيها شغل. يعني احنا عندنا في الجامعه عاملين برنامج لمتابعه الطلاب، الطالب يدخل يعرف الاتندنس بتاعته والدنيا كلها بتاعته قد ايه ويعرف اخبار الجامعه، ده برنامج موبايل ابلكيشن متصل على الداتابيز بتاع الجامعه، هي دي البرامج اللي انا اقصدها. تمام، مواقع الانترنت، مواقع زي كل المواقع اللي انت بتشوفها، فيسبوك، جوجل، ياهو، يوتيوب، ازاي تبني موقع زي كده. خلاص، زي موقع جامعه، زي موقع بنك، زي موقع الثانويه العامه، دي المواقع اللي احنا بنتكلم فيها، زي موقع تسجيل الرغبات اللي انتوا مليتوا فيها. تمام، عندنا بعد كده برامج الديسكتوب، يمكن اسمها هو ده الوحيد اللي مختلف شويه. برامج الديسكتوب مقصود بيها انك تعمل برنامج لشركه، زي مثلا البرنامج اللي حجز لك تحت في المركز، زي البرنامج اللي ما بتيجي تدفع المصاريف في الجامعه بيديك ايصال، ده البرنامج. حد يقدر يخش على البرنامج ده غير اما تكون موظف داخل الشركه، يبقى تعمل سيستم لشركه. لما بتروح تشتري من كارفور ولا هايبر ولا واتيفر ايا كان اللي كانت تشتري منه، بتلاقي ايه بياخد منك المنتج يروح ماسك الباركود ومشيه على دي، صح، ويبدا يقعد يحسب، ده سيستم، هو ده الديسكتوب، هو ده الديسكتوب. محدش يشوف ولا انت ولا انا غير لما اكون لو كنت موظف عند كارفور، هيقعدني على السيستم ويعلمني عليه. السيستم ده مبرمجين زي حالاتكم هم المانيين. ادي الثلاث تخصصات، انك تبني برامج شركات لشركات، وتبني مواقع انترنت للناس كلها، تبني برامج موبايلات. انت طالما هتخش في التراك البروجرامر لازم الثلاثه دول تعرف تعمل التراك. في ناس تقول لا انا تخصص موبايل ابلكيشن، مفيش مشكله، ازي لايك الحاجه دي، جيمز موبايل دي، جيمز بحاجه اسمها جيمز ديفلوبر، دي بتتعلم حاجتين، لغه برمجه برده واغلبيتها جافا، بلس جرافيك، بلس انك تتعلم جرافيك. ليه؟ انت لما تيجي تعمل جيمز كل الشغل جرافيك، بس لما تيجي بقى تضرب ويحصل حاجه ويعمل، لا دي برمجه، خلاص كل الشكل اللي قدامك جرافيك، فلازم تتعلم التراكين دول. شغل رائع جدا وليه شغل سوق جدا طبعا، حلو جدا. تمام، وبرده بيزد على بروجرامينج،
البروجرامنج هتلاقيها داخله في كل حاجه. الاسانسير بروجرامنج، لما بتيجي مثلا تدوس على الدور ال 12 وتلاقيه وقف في ال 12، اشمعنى؟ ليه ما وقفش في الثالث؟ ده برمجه. لما بتيجي مكن التصوير، لما بتيجي تدوس على مكن التصوير وتكتب 10 نسخ وتدوس اوكي، تلاقيه 9 8 7 6 5 4 2 1 تلاقيه وقفت، يبقى كده متبرمجه. تمام؟ الموبايلات بروجرامنج، هتلاقي كل حياتنا بروجرامنج. الفيسبوك معتمد على البروجرامنج، لما بتيجي تدخل يوزر نيم وباسورد ولو دخل غلط يقول له غلط، ولو دخل صح يقول له صح، ايه اللي عرفه كان صح ولا غلط؟ برمجه. تمام؟ فاحنا هنشتغل زي ما اتفقنا جافا بروجرامنج. احنا شغلنا بيركز على اساسيات الديسكتوب ابلكيشن، بيخش في حته الديسكتوب. انت بتخصص هنا، انت بتعرف اساسيات البروجرامنج كلها من الجافا فروم سكراتش، من الزيرو لحد جزء الادفانسد في الجافا، حاجه اسمها او بي هنتعرف عنها دلوقتي. تمام؟ طيب البرنامج اللي احنا قلنا هنشتغل عليه برنامج نيت بينز. النيت بينز، تمام؟ البرنامج ده برنامج متخصص في الجافا. اولا الجافا دي كانت تابعه لشركه سان لحد سنه 2008، راحت جات اوراكل، شركه اوراكل، شركه اوراكل توب قواعد البيانات، توب حاجه اسمها داتابيز. الداتابيز ده هنتعرف عليها واحنا شغالين، واحنا شغالين دلوقتي. تمام؟ بس قدام شويه هنتعرف عليها بتفصيل مهم. طيب ايه حكايه بقى اوراكل دي؟ اوراكل جات قالت انا كنت شغاله بلغه برمجه مين اوراكل هنا؟ قلنا مين؟ بي ال اس كيو ال. بي ال اس كيو ال كان المبرمجين مسترخمينها جدا، انا واحد من الناس كنت مسترخمها جدا، وحشه جدا ومش مشهوره، تمام؟ ومعقده. فكنت بتحتاج اوراكل في ايه؟ في الداتابيز بتاعته. في الداتابيز بتاعته، حته كده اسمها داتابيز، هقول لك يعني ايه داتابيز. فراحت اوراكل قالت ايه؟ بقى معقوله انا اقوى قاعده بيانات على مستوى العالم، ومعايا لغه برمجه فقيره كده؟ فراحت قالت مين اقوى لغه برمجه على مستوى العالم؟ جافا. فراحت اشتغلت شركه سن سنه 2008. فلما اشتغلت شركه سن راحت مسحت من ذاكرتها البي ال اس كيو ال خالص، وراحت نزلت ببرنامج اسمه اوراكل جي ديفلوبر. جي ديفلوبر، جي اختصار جافا، كانت بتنزل الاول دايما اوراكل ديفلوبر. لا، بعد ما اشتغلت شركه من سنه 2008 واشتغلت جافا بقت اوراكل جي ديفلوبر، بقت كل منتجات الجافا موجوده على موقع اوراكل. لو حبيت تنزل هتلاقي النيت بينز موجود، هتلاقي جي كريتور موجود، بقى كل منتجات شركه اوراكل وشركه والجافا هتلاقيها موجود. فاصبحت ملكه اقوى لغه على مستوى العالم، وملكه اقوى قاعده بيانات على مستوى الايه؟ شركه اوراكل شركه امريكيه، نزلت هنا في الثمانينات، ما اشتهرتش غير سنه 98، بدات شهورها اشتهر بعد ما البنك الاهلي اتعامل مع قاعده بيانات بتاعتها وبدا يشتري. وبعد كده بدات بقى سيراميكا كليوباترا، بعد كده شركه جهينه، بعد كده بدات فودافون، بدات اوراكل. اعتقد فودافون بدات ساب دلوقتي، انا بتساب، تمام؟ وشركه جهينه انا بتساب. اخر وضع كان فودافون لسه قلبه ساب من شويه سنين قليله، وجهينه ساب، ده بقى قصه ثانيه برده. بس تخيل بقى ساب على قد مش برنامج كده اسمه ساب. فودافون قلبت ساب، اورنج قلبه ساب، سيراميكا كليوباترا قلبت سيراميكا كليوباترا لسه ستيل اوراكل، جهينه قلبت ساب، منصور شوفورليه قلب ساب. ساب ده برنامج مبيعات ومشتريات ومخازن واتصالات وحاجات كتير جدا مع بعض. الداتابيز بتاعته معموله بالاوراكل. ساب ده الداتابيز بتاعته يعني على قد ان برنامج واو ورائع جدا. وعلى فكره ثلاث ارباع الشركات الانترناشونال دلوقتي بتقلب لبرنامج اسمه ساب، على قد انه برنامج واو ورائع جدا. الداتابيز بتاعته اوراكل، تمام؟ فاوراكل ديت جبنا سيرتها ليه؟ عشان هي المالكه دلوقتي لشركه للجافا، هي المالكه للجافا. اي منتج من منتجات الجافا عايزها خش على موقع اوراكل هتلاقيه موجود فور فري، وعامل كتير جدا فور فري، وعامل ديسكاونت كتير جدا للستودنت، كتير جدا. احنا يمكن ديل في الجامعه عندنا ديل لشركه اوراكل، فعاملين لنا ديسكاونت كتير جدا، وبيخشوا مسابقات والكلام ده كله. المهم، طيب ده كده احنا عرفنا البرنامج اللي احنا هنشتغل بيه، وعرفنا اللغه، وعرفنا اللغه دي تبع شركه مين، وايه اللغات المنتشره حواليك، واللغه دي بتستخدم فين. لغه الجافا دي بتستخدم في برامج موبايلات، تقدر تعمل بيها مواقع انترنت، تقدر تعمل بيها برامج شركات. بس زي ما بقول لك، في غصبوها، اتغصبت في الموبايلات، كان في الويب وفي الديسكتوب ما كانتش مغصوبه. ليه؟ كان دايما في ناس تيجي تقول لك ايه، هعمل برنامج لشركه. هتعمل برنامج لشركه اوكي، يعملوا بايه؟ عندك يا اما تشتغل ببرامج مايكروسوفت يا ببرامج الجافا. قال لك برامج الجافا اللايسنس بتاعتها غاليه جدا، خلاص، فتلاقيها مش مشهوره في الحته دي. لما تيجي تبني موقع، المواقع بتاعتها جي اس اف، لو حد درس مواقع حاجه اسمها جي اس اف وجي دبليو اي، السيرفرات بتاعتهم غاليه جدا،
فتلاقي الناس كلها ايه اللي متجه للاوراكل بتوع دول الخليج، سوري الجافا، دول الخليج والشركات الانترناشونال هنا في البلد، الشركات الانترناشونال. جه بقى ما بقى بدا موبايل ابلكيشن غصب عنك جافا غصب عنك، لحد ما نزلت برضو عشان برضو للامانه، لحد ما نزلت السنه دي اول السنه 2017 شركه مايكروسوفت بنت اللذينه راحت نزلت فيجوال ستوديو 2017 يقدر يبني برامج موبايلات عن طريق حاجه اسمها زمري بالسي شارب. فبدات برضو تحتك بايه بالجافا، فبدات برضو يعني ايه خلت الناس ايه انا نزلت لكم اهو تعملوا برامج موبايلات بالسي شارب. نزلت سنه 2017 في الفيجوال ستوديو اللي نزل جديد، وفيجوال ستوديو 2015 لو مسطبه وعملت له ابديت تقدر تشتغل بيه. طيب احنا شغالين باوريكل هنشتغل بالنيت بينز. الكورس بتاعنا بقى هيبقى الكونتنت بتاعته ايه؟ عرفت اللغات وعرفت ايه يعني ايه لغه برمجه، وعرفت ايه الفرق بين كل لغه، السنتكس بتاع الكتابه بالظبط، السنتكس بتاع الكتابه مش اكتر، زي ما قلت لك جود باي ومع السلامه، الاثنين بيأدوا نفس المعنى، بس هنا مكتوبه مع السلامه بالعربي وهنا مكتوبه جود باي بالانجليزي، سنتكس كتابه فقط. طيب الكونتنت عندنا اول حاجه هنتعلم فروم سكراتش من الزيرو خالص، هنتعلم البيزك بتاع الجافا. ايه البيزك بتاع الجافا؟ عندنا بيزك الجافا عندنا اول حاجه الفاريابلز، بعد الفاريابلز عندنا حاجه اسمها كنترولز. الكنترولز بناخد فيها حاجتين اف وسويتش. بعد الكنترولز هناخد حاجه اسمها اللوب، بعد اللوب هناخد حاجه اسمها اري، تمام؟ بعد الاري هنخش بقى في حته اسمها الجزء الادفانسد بتاع الجافا اللي هو عندنا الاو او بي، اوبجكت اورينتد بروجرامنج. الاوبجكت اورينتد بروجرامنج هنتعلم فيه كل الحاجات اللي فوق هنستخدمها، بلس هنخش في حاجه اسمها كلاس، بعد كده كونستراكتور، بعد كده هنخش في حاجه اسمها ميثود او بيسموها فانكشن او بيسموها بروسيجر حسب الاسماء اللي انت تعرفها. بعد كده هنخش في حاجه اسمها انهيرتنس، بعد كده هنخش في حاجه اسمها اوفرلابنج او بيسموها اوفرلاب. بعد كده هنخلص الجزء ده هنخش في حاجه ازاي التعامل مع الفايل. من ضمن اساسيات الجافا بعد الاري هنخش في حاجه اسمها راندوم، هنا ازاي نتعامل مع الفايل. بعد كده ازاي نتعامل مع الجرافيك. بعد كده الحته بعد كده ازاي نتعامل مع الجرافيك. كل ده مظبوط تمام، ريد ورايت مع الفايل تمام. بعد الحته بتاعه الجرافيك الحته بقى اللي هي مش موجوده حته الاو بي دي هنخش بحاجه فيها اسمها هنخش فيها موضوع كبير جدا الاو بي، في حاجات كتير جدا هتتحط. حته بقى مش موجوده في الـ عندنا هنا في الكورس، حتى لو السيلابس قدامك اقراه وزي ما تقراه وريني لو تطلعها وتعرف تطلعها، حته اسمها التعامل مع الداتابيز تمام، اللي هي الجي دي بي سي بقى تمام، بس مش هناخدها بالجي دي بي سي، هنخش بقى في حته ثانيه كده قصه بنعمل بروجرامنج وحاجه اسمها بريبير ستيتمنت ونخشها بالبروجرامنج بقى بنعمل ايه بدل ما نستخدم الجي دي بي سي اللي من جوه الادمنستريف تولز اللي من جوه الكنترول بانل تمام. ازاي بقى نتعامل مع الداتا بيز؟ هنا هنعمل داتا بيز بالاوريكل وهربطها بالجافا. الحته دي مش موجوده في الكورس، بس ما ينفعش تبقى انت شغال كل الهيصه دي وفي الاخر ما وصلتش ازاي نعمل ابلكيشن زي اللي بنشوفه واسجل بيانات ودوس تسجيل واقدر اعدل واحذف وادلت والكلام ده كله، ازاي نتعامل مع الدنيا دي؟ خلاص ما ينفعش تقعد تبقى شغال اوف لاين. بمعنى صح اوف لاين معناها ايه؟ انك مجرد عملت ابلكيشن يعمل حساب لتقديرات الطلبه، مثلا دخلت الراجل ده جاب تقدير ايه او درجه كام وقال لك والله الراجل ده تقديره كذا ومثلا ومن حقه يدخل مثلا كليه كذا طبقا للشروط اللي محطتها مكتب التنسيق، مجرد ما تطلع لك النتيجه وزي الفل اقفل السيستم، تعال افتح السيستم تاني مفيش داتا، دخل البيانات مره تانيه واعمل عمليه مره تانيه، الداتا ما اتسجلتش، الداتا ما اتسجلتش، كل ده انت اوف لاين. الحته
الحته دي مش موجوده في الكورس فاحنا هنزودها. تمام، حته التعامل مع الداتابيز عشان دي حته مهمه جدا 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 فوق ما انت متخيل. تخيل عمال تسجل داتا وبعد ما تقفل خلاص الداتا راحت بتتجنن. لا انا ازاي اخلي الجافا تاخد من قاعده البيانات وتجيب من داتابيز؟ هنتعلم مع الداتابيز الحته دي. اول حاجه ازاي نعمل اناليسز للداتابيز، ازاي نعمل اناليسز ونبني داتابيز اساسا، وبعد كده ازاي نبنيها ديزاين داتابيز يوزنج اوراكل، ازاي نبني قاعده بيانات باستخدام اوراكل، ازاي بقى نعمل كونكت بتوين النيت بينز اللي انت شغال بيها جافا مع مين بقى ويز مين الاوراكل. دي اهم حاجه، ده بقى اللي انت اللي انا بسميه الفاينل بروجكت بتاعك هو ده. اما الحته دي انا اتكلم بصراحه انا قلت لهم كتير ان انا هخليهم يحطوها في الكورس. تمام، بس انا هيزود عدد ساعاتهم على عموم انا كده كده ايه بشرحها وكده كده لازم تتاخد. الحته دي مهمه جدا، الكل ده كويس جدا وزي الفل وهنتعرف على كل واحد. الحته دي اهم حته. طيب تعالى بقى نبدا من فوق. اول حاجه ازاي نتعامل مع الفاريبل. هتتحط طبعا موجوده في الاوبي. ده الاكسبشن دي حاجه مهمه جدا، تراي وكاتش حاجه مهمه جدا، تراي وكاتش دي موجوده بس تراي وكاتش احنا بنستخدمها جوه ابسل، فاهمني؟ طيب هنيجي هنا واحنا شغالين في الاول اي حد عنده حاجه جديده عامل حاجه يقولها، ما عنديش مشكله تماما خالص. يعني احنا انا هنا مخلص حوالي 7 كورسات بس 3 4 كورسات اندرويد بصراحه. هنا ده الكورس الرابع اشتغله جافا، كورس الرابع بس يعتبر الكورس بقى التاسع اشتغل اندرويد. فكان عندنا ناس من شركات ما شاء الله، واللي شغال في البترول واللي شغال مش عارف فين، كلهم ناس كبار. فيجي واحد يقول ايه والله يا دكتور ايمن عندنا حاجه في الشركه كده بيعملوا كذا كذا كذا، ما هي تعمل ازاي؟ فبندور عليها وبنشتغل. مفيش مانع ان احنا نغطي السيلابس بتاع الكورس بلس حاجات ايه ثانيه زياده، مفيش مانع تماما. زي انا زودت الحته بتاعت التابيز دي ودي هتاخد مننا 3 سيشن اساسا، ما كانش 3 4، حته مهمه جدا وزودتها خلاص، بس مش هتاثر على باقي الكورس ما تقلقش. على فكره مده الكورس اساسا على كان الكونتنت الموجود كانت المده مش قليله. تمام، بالعكس كنا ساعات بنخلص وبنلاقي مثلا 2 سيشن ولا 4 3 سيشن قاعدين خلاص. فاحنا هنحط فيها داتابيس، فلو في اي حد شغال ومحتاج اي حاجه نقولها واحنا شغالين. بالعكس تماما، ده هتفيدنا انا بدل ما تفيدك انت. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا نهايه كل سيشن بدي اساينمنت، نهايه كل سيشن بدي اساينمنت. اللي حابب يعمل اساينمنت يعمله، مش حابب ما يعملوش. بس انا بقول لك ديت حاجه ممارسه، شغلنا بالممارسه، شغلنا عمره ما كان بالشهاده. هتاخد شهاده من ياتو زي الفل و100 100، بس بدفع على وش لحد سالك عليها. اي حد بيجي عايز تشتغل تعالى يا باشمهندس اقعد اقعد اعمل. انا بقول لك انا الحمد لله سيرتيفايد اوراكل وسيرتيفايد شهادتين من مايكروسوفت، واخد والله عملت كذا انترفيو في شركه ولا حد قال لي فين شهاداتك. عملت انترفيو هنا لما كنت ادرس قال لي ولا اللي قالوا لي هنا فين شهادتك، قال لي تعالى تعرف ايه؟ قلت له اندرويد، قال لي اقعد اعمل كذا 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 وساعه وهعدي عليك. رحت بالظبط ساعه وهعدي عليك، يجي يشوف اللي انا عملته. مفيش حاجه اسمها شهادات. انت حضرتك لما بتيجي تصلح عربيتك مش بروح للحرفيين؟ حد قال لك الحرفيين دول خريج هندسه القاهره؟ لا خالص، ميكانيكيه فتحوا الموتور 20,000 حته احسن من بتوع هندسه. هو ده شغلنا، شغلنا كده. ياما ناس معاها شهادات تيجي تقول لها اعمل على الكمبيوتر اعمل حاجه مش عارف، مش بالشهاده، شغلنا بالممارسه، شغلنا بالممارسه. انا اعرف واحد خريج ألسن، واحده خريجه ألسن بتعمل برامج موبايلات اقسم بالله احسن من اللي خريج حاسبات. خريج ألسن، خريج ألسن ده ما خدش في الجامعه ازاي يفتح الكمبيوتر، ازاي يفتح الكمبيوتر، والله العظيم ثلاثه احسن من خريج حاسبات وخريج ألسن. شغلنا بالممارسه مش بالشهاده. هتاخد شهادتك من يات على عينه وعلى راسه وزي الفل، بس لا تفقه شيء بقى ولا حاجه، هيقول لي شهادتك دي بالله واشطمني. الشغل محتاج ممارسه، عشان كده انا بدي دايما اساينمنت. تمام، بدي دايما اساينمنت مختلف تماما عن اللي اديته. يعني هتلاقي بنفس الفكره النهارده مثلا شرحنا كده حاجه، اروح مديك مثال عليها وتحلها. عايز تعمله، عايز تعمل اساينمنت، ده حاجه ترجع لك. اللي هيقول بقى والله بص احنا كلنا طلبه، انا طالب دكتوراه على فكره، انا بدرس دكتوراه، انا بدرس في الجامعه والساعه 4 بيبقى عندي محاضره دكتوراه قدام، ببقى طالب عادي جدا، مفيش حاجه اسمها كبير على علم. في ناس تقول لا اساينمنت ايه احنا كبار ومش كبار، مفيش الكلام ده. بالعكس، ما كنتش عايز تتعلم هتعمل كده، يبقى مفيش غير كده.
خلاص الاسايمنت ده حريه اختياريه براحتكم، انتوا عايزين تعملوه اعملوه، بس ده حاجه عشان تعرف تتعلم. طيب هنبدا بقى بعد كده عندنا بقى نشرح الكلام ده كله. اول حاجه الفاريبلز، جاهز عندك قدامكم صح؟ بيتحرك بس مفيش اي حاجه كده بدا. تمام، اول حاجه الفاريبلز. ايه الفاريبلز ده؟ الفاريبلز ده بالعربي يعني متغيرات. في حاجات كتير جدا ما ينفعش تترجم ترجمه حرفيه، في حاجات جديد جدا ما ينفعش تترجم ترجمه حرفيه، ولو اترجمت ترجمه حرفيه مش تديك المعنى اللي هو موجود جوه عندنا. تمام، يعني كنترولز دي اسمها ادوات تحكم، عندنا احنا في البرمجه بقى اسمها الشروط، بتستخدم للشروط، بتستخدم للشروط. طيب عندنا حاجات كتير عندنا هنا كلاس ده يعني فصل، فصل او حصه صح ولا غلط؟ عندنا احنا في البرمجه معنى تاني تماما. ففي الكمبيوتر ما ينفعش تترجم ترجمه حرفيه، ولو ترجمتها ترجمه حرفيه هيديك معنى غير المعنى اللي انا عايزه وغير المعنى اللي تقصده البرمجه. تمام، ودايما الكمبيوتر ما ينفعش يتقري بالعربي، يعني عمر ما حد يقول لك ايه افتح الشبكه اللاسلكيه، بيقول لك افتح الواي فاي صح غلط؟ عمرنا ما سمعنا الشبكه اللاسلكيه صح غلط؟ هي دي الفكره. في حاجات كتير ليها معنى وما نعرفش يعني مثلا اجيت قلت لك النتورك تعرفها؟ تعرف حاجه اسمها نتورك؟ نتورك شبكه تعرفها؟ حد شافها؟ لا. في حاجات كتير جدا ليها معنى بس ما تتشافش، هتلاقي حاجات كتير جدا عندنا في البروجرامنج كده. الفاريبلز ده عباره عن متغير. ايه المتغير ده؟ المتغير ده عندنا عباره عن مكان في ذاكره الرام، عباره عن مكان في ذاكره الرام. المكان ده فايدته عباره عن مخزن، المخزن في حياتنا بنعمل فيه ايه؟ المخازن في حياتنا عموما بنعمل فيه ايه؟ بنخزن فيها حاجات او بناخد منها حاجات، هو ده الفاريبل عندنا. هو ده الفاريبل عندنا في البرمجه. رجاء اي حد مش فاهم اي حاجه يقول لي ستوب وايت. انا بالعكس تماما، انا مش المهم ان انا اقعد اشرح النهارده، طبعا احنا اوفر فيو بنتكلم على الدنيا دي كلها، وبعد كده خلاص، على فكره احتمال النهارده نخلص بدري اساسا. يعني ممكن نخلص على الساعه 10 وربع النهارده. حته البريك، بتحب تاخدوا بريك؟ من الاول ايه؟ ماشي. لا 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 مش بالضروره، اخر فيرجن موجود اعتقد مش عارف 2.1 موجود. تمام؟ طيب حته البريك هنتفق مع بعض عليها. تمام؟ في حاجات كتير جدا ما بتكونش ايه؟ ان احنا انا عن نفسي، انا عن نفسي بدرس في الجامعه عمري ما بدي بريك. هي ماشي خد بريك عادي ما عنديش مشكله، خد بريك بس النهارده مش هاخد بريك. النهارده هنخلص على الساعه 10. يعني النهارده مش مستاهله بريك اساسا، مش فيش شغل لسه بنعرف خلاص. فحته البريك لا هناخد بريك، بس ممكن تلاقي مثلا ايه هتشوف وانت شغاله تقول لي كمل يا ايمن مفيش بريك، واحنا شغالين تلاقي نفسك انت ايه عايز تشتغل خلاص على بالظبط. في دروس يعني مثلا وانا بشرح الاو بي لازم ادي بريك، الاو بي دي قصه لوحدها لازم ادي بريك. اولا ما كنت انت سمعت تتكلم مني من الاو بي فلازم ندي بريك. في حاجات مثلا وانا بشرح الجرافيك هتلاقي الموضوع لذيذ، جرافيك رسومات وبنعمل، هتلاقي تقول ايه كمل كمل احنا ما خدناش حاجه خلاص، هتيجي منك انت وهتشوف خلاص. البريك انا مش معترض عليه تماما خالص، والبريك ده حقكم على فكره، بالعكس انا لما بقول ما بديش بريك ده تقول عليا انا، بس انا بتكلم انت راجل الثلاث ساعات اللي انت دافع فلوسهم انت شاريهم، شاري ده الثلاث ساعات فانت محتاج تاخد الثلاث ساعات. انا لو على البريك انا ما عنديش مشكله اخد بريك ده، بالعكس ده بيريح انا، بس انا بقول ايه البريك ساعات بيفصلنا واليوم ما هدي بريك على فكره هندي بريك في وقت نكون خلصنا جزء، ما اجيش ايه وانا بشرح سؤال يجي الراجل يخبط بريك نيجي نقوم نجري، لا هتيجي بعد الكلمه تقول احنا كنا بنقول ايه، لا نخلص الجزء ونقفله يلا يا جماعه بريك، ممكن الجزء ده يتقفل على حظ البريك على طول خلاص، فده عشانك مش عشان عايزين اول بريك يلا انا ما عنديش مشكله ونريح، انا بريح ايه المشكله؟ ما فيهاش مشكله خالص، بس انا بتكلم نستفاد بكل دقيقه ده اللي انا قصده. طيب الفاريبل ده عندنا عباره عن مكان في ذاكره الرام، مكان ده يعني مخزن، المخزن بيتته بشيله واحط منه. حضرتك لما بتيجي ترفع اي كومنت على الفيسبوك مش بترفع بتكتب الكومنت، اول ما بتكتب كومنت ده الكومنت ده بيتحط جوه حاجه اسمها فاريبل ما بتشوفهاش، انا بقول لك على الرام على الرامات، ومعنى ان على الرامات مجرد ما الجهاز يتقفل شكرا اتمسحت اي حاجه على الرام اسمك ايه، اي حاجه على الرام يا عمرو تتمسح، مجرد طول ما انت شغال على السيستم موجوده، اول ما تعمل كلوز كل اللي على الرام اتمسح بالنسبه للورد او بالنسبه للبرنامج انت شغال عليه. فالفاريبل ده من اسمها فاريبل يعني متغيره، تقدر ايه بتزيد وبتقل وبتشيل وبتتحط، هو ده اي انت قلت فاريبل يعني مخزن في ذاكره الرام
مخزن، المخزن ده فايدته بنشيله ونحط منه. قال لك لما تيجي تبني مخزن وتيجي تبني فاريبل محتاج حاجتين. خلاص؟ كل ده الكلام نقوله بالتفصيل الممل بعد كده. ايه الحاجتين دول؟ اسم المخزن ونوعه. طب الاسم مش متفقين عليه، مش مختلفين فيه. زي ما بالظبط ما بيسموا القاعة 302. طب ليه بنسميه؟ زي ما يقول لك مخزن الهرم، مخزن اكتوبر، مخزن مانيال، مخزن الجيزة. ليه بنسميه؟ عشان اعرف اوصل له. بس. لو جيت قلت لك انت لو مش مسميين القاعات كنت هتعرف توصل القاعة دي؟ لو اقول لك 302 مش هتعرف توصل لها. هو ده فايدة المخزن. ايه نوع المخزن؟ قال لك نوع المخزن حسب الحاجة اللي هتتحط جواه. هو انت لما تعمل مخزن للجبنة زي ما تعمل مخزن للطيارات؟ التهيئة واحدة؟ خالص خالص. الجبنة دي محتاجة تهيئة وتظبيطات شوية معينة عشان تناسب الحاجة اللي هتحط جواه. ومخزن عربيات مثلا الباركينج؟ لا، مع أي حاجة وهتخش دخل عربية وهتمشي زي الفل. صح غلط؟ كل حاجة وليها تهيئة. نفس الكلام حسب المخازن دي هتشيل إيه؟ يعني هتشيل إيه؟ يعني هتشيل بيانات بقى. إحنا هنا ما بنتكلمش في جبنة وعربيات، بنتكلم في بيانات. المخازن دي هتشيل بيانات عندنا. عندنا بيانات من أنواع مختلفة. إيه البيانات؟ عندنا بيانات أرقام صحيحة بس. زي مثلا رقم الطالب. عندنا بيانات حروف زي اسمك، عايز اشيل اسماء الطلاب، الطلاب عندنا دي اسماء. عندنا بيانات تواريخ زي اي حاجه يوم شهر سنه، اي حاجه يوم شهر سنه دي تواريخ. عندنا بيانات ارقام صحيحه وكسر زي مثلا عندك درجتك، درجتك في الثانويه العامه اللي هي مثلا 93.6. كل حاجه من دول ليها نوع، كل حاجه من دول من نوع. مفيش نوع واحد ونخلص وننجز، ايه المشكله؟ ليه هتتعبنا؟ قال لك مثلا لو انت عندك التاريخ يوم شهر سنه، تمام؟ لو جيت كتبت تاريخ 2/2/2010، التاريخ ده اي حاجه يوم شهر وسنه لازم تعمل المخزن بتاعه لازم يكون نوعه ديت. عندنا مخزن اسمه ديت. طب لازم ديت؟ لو ما عملتوش ديت البرنامج مش هيقول لك حاجه وهيسيبك زي ما انت. بس ممكن تيجي تكتب كده تاريخ ميلادك ده يوم 15/33/2012 وهيقول لك صح وزي الفل. في شهر عندنا اسمه 33 وهيقول لك صح. عشان كده هم عملوا المخازن عشان تلائم الداتا اللي هتدخل. تيجي بقى انت جرب المخزن التاريخ ده على مخزن نوعه انت عامله ديت، هيقول لك invalid months، ما عنديش تاريخ بالشكل ده، فهيقول لك غلط. عشان كده هم عملوا ايه انواع للمخازن. تيجي مثلا تدخل عربيات جبنه وتنزل تحمل جبنه في جراج عربيات، يقول لك لا، المخزن بتاع العربيات مش شكل تهيئه مخزن للجبنه. هو ده الفكره. عندنا احنا بقى انواع بيانات بقى. نوع بيان تاريخ، خلاص، مش زي نوع بيان مينا. مينا ده اسم ولا مينا ده حروف ولا تواريخ؟ هل ده شكل ده؟ خالص. ده ليه شكل وده ليه شكل تاني خالص. ده ليه تهيئه وده كتبت محمد. ده ليه تهيئه وده تهيئه كتبت 22.5. هل دي زي دي؟ خالص. دي حروف ودي ارقام، فكل واحد ليه تهيئه. هي دي المخازن. المخازن فايدتها في حياتنا بنشيل جواها بيانات وبنحط جواها بيانات. زي بالظبط ما نيجي نعمل لما بتيجي تسجل بياناتك على فيسبوك، اليوزر نيم والباسورد. كده هو عمل مخزنين، مخزن يشيل اليوزر نيم ومخزن يشيل الباسورد. اي حاجه بتدخل على السيستم ليها مخازن، اي حاجه بتخرج من السيستم ليها مخازن. اي حاجه بتدخل على السيستم حتى لو كنت هتدخل صوره، صورتك لما بتيجي ترفع صوره وتعمل ابلود لصورتك على فيسبوك ليها مخزن، بس مخزن من نوع صوره. عندي حاجه اسمها ايمج او باينري او بلوب، ليها كذا نوع انك تدخل صوره. اي مخزن من نوع، لو عايز تسجل فيديو تقدر تستعمله مخزن. اي حاجه طبعا دلوقتي الصور والفيديوهات ما بيسجلهاش على السيستم. ليه؟ بتتقل السيستم، بتتقله. فبداوا يعملوا بعد ظهور اليوتيوب لينك على اليوتيوب، لينكات على اليوتيوب. الفيديوهات مرفوعه فين؟ على اليوتيوب. فما بتتقلش السيستم بتاعك انت، انت بس بتلينك عليه مش اكتر. فاي الفاريبل ده عباره عن مخزن في ذاكره الرام. كل مخزن ليه اسم ونوع، هنتطرق للاسماء والانواع. طيب ايه الكنترولز دول؟ قال لك لما تيجي تحط شرط في في السؤال بتاعك او في البرنامج، بلاش سؤال، احنا من هنا ما بنتعاملش مع طلب. لما تيجي تعمل برنامج والبرنامج ده فيه شروط، فيه شروط ازاي؟ واحد بتاع كارفور جه قال لك تعالى اعمل لي برنامج، قول له عينيا، قال لك بس خلي بالك اي حد بيشتري فوق ال 1000 جنيه بديله خصم 10%. يبقى امتى تديله 10%؟ لما بيشتري فوق ال 1000. هو ده الشرط. ازاي نعمل الحركه دي بالبرمجه؟ تمام؟ ازاي نعمل حركه في البرمجه؟ لما بتيجي الفيسبوك، لما بتيجي تدخل يوزر نيم وباسورد، لو دخلت يوزر نيم صح وباسورد غلط يدخلك، لو دخلت يوزر نيم غلط وباسورد صح، يبقى معنى كده حاطط شرط لازم يكونوا الاثنين ايه؟ صح. صح في الحاله دي هيدخلك. هو ده الشرط. ازاي نتعامل معاه؟ ازاي نتعامل مع الشروط؟ بنتعامل بطريقتين، يا اف كونديشن
عندي جمله اسمها اف كونديشن وعندي جمله اسمها سويتش. تمام؟ سويتش بالعربي يعني تحويل، لا تمس للمعنى بتاع الجذر ايسر. ده سويتش دي بتستخدم للشروط، هنا بتستخدم. اف بالعربي يعني ايه؟ لو بساعات ممكن تعمل، لو حصل كذا اعمل كذا، لو اشترى اكبر من 1000 جنيه اديله خصم 5%. بس سويتش هنا تحويل، بيقول لك سويتش اوف سويتش اون. لا، هنا عندنا حاجه في البرمجه اسمها تستخدم للايه؟ للشروط. زي مثلا هنا بنقول ايه؟ محدش هيخص كرش الجافا لما يكون معدي 20 سنه. يبقى انت حطيت شرط على مين؟ على التاريخ، على الايدج، العمر، صح ولا غلط؟ يبقى ازاي تعمل الحركه دي؟ وازاي السيستم يرفض؟ يقول له لا ما ينفعش، الراجل ده ما عندوش 20 سنه، لا يجوز ادخاله. ازاي تخلي السيستم يرفض؟ اقرب حاجه في الشروط كلكم دخلتوا عليها التنسيق في الثانويه العامه. بيجي يقول لك بيشوف اللي جايب فوق ال 95% يخش طب، اللي جايب ما بين 93 و95 يخش هندسه، اللي جايب ما بين كذا وكذا يخش. مش الكليات بتتوزع كده ولا بتتوزع عشوائي؟ لا، بتتوزع ايه؟ حسب نسبه ايه؟ الثانويه العامه في الطالب، صح ولا غلط؟ ويشوف نسبتك قد ايه وعلى اساس يديك الكليه بتاعتك. هي دي الشروط، ازاي نتعامل معاها. طيب نيجي بعد كده لجزء حاجه اسمها اللوب. ايه اللوب ده؟ اللوب ده يعني تكرار. اللوب ده يعني تكرار. تخيل بقى انت كنت عايز تكتب كل ورايا كل الكلام ده، تمام؟ فعشان كده الفيديو شغال وما تقلقش من الحته دي خالص. حته هتقعد تقول ده ايمن بيتكلم كتير وكلامه كتير، لا كلام كتير، كل ده متسجل ما تقلقش. هتقعد بس انت تروح تفلتر الفيديو، تفلتره. انا كتير بتفرج على فيديوهات يوتيوب تعليميه. بعمل ايه؟ انا دلوقتي بتعلم اي او اس، بتعلم ايفون، ان انا اعمل برامج على ايفون. انا الحمد لله شغال بقالي 4 سنين اندرويد وزي الفل. جيت بيطلب مني برامج ايفون ما بعرفش، فبقالي 6 شهور داخل في الايفون. بعمل ايه؟ عندي الشانل على اليوتيوب بتاعت واحد كده يوديمي او يوديمي، ساعات بنسميها يوديمي، منزل درس كورس كامل. بمسك الفيديو واروح ايه؟ كاتب في ورقه وقلم، اوقفه براحتي بقى، اجريه براحتي، خلاص هو ده التعليم. اما هتقعد تسمع، لا انت بقى اقعد اسمع. اتفضل يا باشمهندس. هي بس ما بلاش نقول لوب، هي اللي هي الفور والوايل والدو وايل وانتل، ليها جزء. هي فور لوب، هي فور لوب، بس الفور لوب دي طريقه من طرق اللوب، خلاص؟ فاهمني؟ ايه اللوب دي بقى؟ اللوب دي يا اساتذه اما يكون عندك كود وعايز تكرره اكتر من مره. افرض انت بتقول عايز تعمل كود يزود درجه الطلاب 5 درجات. لو انت عايز تجي، انت عندك كام طالب؟ 60,000 طالب. احنا عندنا في كليه التجاره جامعه القاهره 60,000 طالب. عندنا في حسابات القاهره 1800. لو انت عايز تزود الطلبه 5 درجات هتكتب الكود كم مره؟ 1800 مره. هتقعد بقى ان شاء الله تكتب لي 1800 سطر. هتقول لي يا باشا ما كله كوبي بيست وشغال. قال لك بس البرنامج هينفذ كام سطر؟ يبقى كفاءه البرنامج هتقل. كفاءه بالعبره، مش العبره انك تنفذ برنامج وتطلع تجري خالص. العبره ان البرنامج يستمر لاطول فتره ممكنه ويكون سريع. ياما مسطبين برامج على موبايلاتنا وبنيجي نفتحه نلاقيه تقيل، احذف يا عم، صح ولا غلط؟ فبالتالي انت بتهرب العملاء منك. العبره مش العبره انك تنفذ البرنامج قد ما العبره ان يكون سريع. احنا كنا شغالين على سيستم معمول في بنك الدم فرع الدق، المصل واللقاح لو عارفينه. دخلنا على السيستم ده، كانوا عايزين فيه تعديلات. دخلنا على السيستم بنعرض الناس اللي اتبرعت من شارع الهرم، من الهرم. والله قعدنا تلت ساعه قبل ما البرنامج رد علينا بداتا. تلت ساعه. طيب انت مش فاهمين، خش على جوجل واكتب مودرن اكاديمي، ظهرت في قد ايه؟ في ثانيه. هل بيانات جوجل اقل من بيانات بنك الدم؟ لا طبعا، بيانات جوجل اعلى، بس جوجل مبني بطريقه محترمه، فبالتالي كفاءته اعلى. بيانات بنك الدم لما كان معمول مبني بطريقه مش محترمه. طريقه مش محترمه معناها ايه؟ اكواد وعلى بعضها، فبالتالي كفاءه البرنامج ايه؟ قلت مع زياده ايه؟ كانت في الاول زي الفل عشان ما فيش داتا كتير. الداتا لما عليت اصبح البرنامج تقيل عشان مبني بطريقه وحشه. خلاص؟ الفكره مش الفكره انك تبني البرنامج وخلاص، لا، لازم يكون كفاءته عاليه. طيب من ضمن كفاءته عاليه، انت لو عايز تزود الطلبه 5 درجات هتضطر تكتب الكود كم مره؟ حسب عدد الطلاب. لو عندك 2000 طالب هتضطر تكتبه 2000 مره. قال لك امال اللوب دي بقى؟ قال لك اللوب ديت انك تكتب الكود مره واحده وتقول له اتكرر بعدد 1800. بس كتبته كم مره؟ مره. بالظبط زي ما حضرتك عايز تطلع للدور السادس في الاسانسير، هل بتدوس 1 2 3 4 5 6 ولا بتدوس 6 وهو اوتوماتيك ايه؟ يطلع، واول ما يوصل ل6 يروح ستوب. هو ده فكره اللوب، انك بتدوس على الامر مره واحده وهو يلوب مع نفسه يتكرر، يقعد يطلع 6 مرات. لما بتيجي تصور الورق ده 100 نسخه، مش بنحطه في البرينتر ونكتب 100 وندوس ستارت، ولا بندوس ستارت على الزرار 100 مره؟ بكتب ايه؟ بكتب 100 وندوس ستارت وخلصت. هو ده فكره اللوب، ان الامر دي مره
ويتنفس بعدد مرات كتير، بس في الاول وفي الاخر انت كتبته كم مره؟ مره ايه؟ وتقول له اتكرر بعدد مرات كتير حسب ما انت عايز. هو ده فكره اللوب. ايه الطرق بتاعت اللوب؟ عندنا ثلاث طرق: فور، هوايل، دو هوايل. يعني ايه طرق؟ واحد طرق، ما جيت قلت لك اقفل الجهاز، واحد بيقفله ستارت شت داون، واحد بيقفله الت اف 4، واحد بيدوس على زرار الباور، واحد حمار يشيل الفيشه. الاربع طرق بيقفلوا الجهاز، صح ولا غلط؟ الاربع طرق بيقفلوا الجهاز. الطريقه اللي تريحك اشتغل بيها. عندنا كم طريقه للتكرار؟ ثلاثه: فور، وهوايل، ودو هوايل. وفي طريقه رابعه اسمها فور اتش. فور اتش، فور اتش، تمام. دي طريقه مهمه جدا برضو هنتعرف عليها. طيب الاري، قال لك الاري بتحارب المتغيرات. يعني احنا قلنا المتغير عباره عن ايه؟ مخزن في ذاكره الرام بنشيل جواه قيم. طيب انا عايز اشيل اساميهم، عندي كام اسم دلوقتي؟ 12 موجود على السيستم، ان انتوا 12 شخص، تمام؟ اهو هم دول 12 شخص، تمام؟ ما تبصش على اسمك بقى، اكيد موجود، مش لازم يعني. خلاص 12 شخص، قال لك هضطر المخزن الواحد عندي بيشيل قيمه واحده. المخزن الواحد بيشيل قيمه واحده، الفاريبل اللي احنا قلناها في اول نقطه بيشيل قيمه واحده، وان فاليو. يبقى معنى كده انا عندي 12 اسم، يبقى هضطر اعمل كام مخزن؟ 12 مخزن. اظن لسه ما خدناش حاجه. شفت بقى؟ واحده واحده هتيجي تقول لي كده 12 مخزن. طب احنا بنتكلم على كلاس في مركزيات، لو بتتكلم في جامعتك او في شركتك، تمام؟ يعني مثلا فودافون فيها 6000 موظف، صح؟ 6000 6000 لا لا 6000 ايه؟ ما انت اكيد مش هتعد. احنا دخلنا سيستم فودافون قبل كده لقينا 6000 موظف بالظبط عندهم. خلاص ايه؟ ولا بيزيدوا ولا بيقلوا؟ لا لا هم 6000 بالظبط، يعني هم 6000 وشويه. حتى كانوا يعني اللي هربوا، هواوي دلوقتي بتقفل على فكره، بتقفل وبتخلص شغلها في السوق. انا هنا لنا شغل مع انا السن تيم، انا وزمايلي في شركه بنعمل ايه؟ مش في شركه، فريلانسر. كنا ماسكين شغل في هواوي، كنا ماسكين شغل في فودافون، فانتوا عارفين السيستم. هواوي بتقفل دلوقتي وبتطلع بره ورايح المغرب، عارف انت المواضيع دي؟ إيركسون. والله إيركسون محترم على فكره برضو. طيب المهم عندنا الاريبة، قال لك كده هضطر اعرف، لو انا عندي 6000 موظف هضطر اعرف 6000 متغير، هضطر اعرف 6000 متغير عشان المخزن الواحد بيشيل كام قيمه؟ وانت عندك كام موظف ومحتاج كام اسم، فهتضطر تعرف كام متغير. قال لك يا نهار ابيض، هعرف 6000 متغير وانت لسه بتقول المتغيرات على الرام، والرامات دي المسؤوله عن ايه؟ سرعه الجهاز. ده لما بشغل برنامجين او ثلاثه الجهاز بيهنج، صح ولا غلط؟ ما بالك بقى هتعرف 6000 متغير على الرام، يبقى البرنامج هيهنج. قال لك الاري حلتها، قال لك بتعرف متغير واحد يشيل ال 6000، بس بتعرف كم متغير؟ واحد يشيل ال 6000. طب ما انت بتقول المتغير يشيل قيمه واحده، قال لك المتغير من النوع اللي فوق، الطريقه اللي فوق. اما طريقه الاري، المتغير الواحد عندها يشيل ايه؟ اكتر من قيمه. انت تعرف ان انت ممكن تعرف متغير واحد يشيل 90 مليون مواطن بكم متغير؟ لو كنت شغال بالطريقه اللي فوق هتضطر تعرف كم متغير؟ 90 مليون متغير. خلاص. طب انت ليه بتدونا اللي فوق؟ قال لك ما انت لسه في البدايه، لازم تعرف الاساسيات الاول ماشيه ازاي. خلاص. طيب الراندوم، ايه يا عم فكره الراندوم؟ راندوم بالعربي يعني عشوائي، عشوائي مش واد لوكال يعني، لا عشوائي دي معناها ايه؟ عشوائي معناها ان انت حضرتك ازاي تخلي البرنامج يطلع رقم على مزاجه. يعني ايه اسمك ايه؟ جورج. جورج مثلا دخل في مسابقه، هل المسابقات يا جورج بتختار بيختاروا رقم من ضمن الناس عشوائي، ولا حد بيكون ليه حد بيختار؟ المسابقات دايما ايه؟ بمزاج. بيقول لك ايه؟ والله هنخلي الجهاز يختار واحد من ال 12 واحد اللي قاعدين، اللي هيكسب واحد من ال 12، مين الله اعلم. انا هخلي الجهاز يختار رقم من ال 12، يختار رقم من دول. طب هيختار رقم بمزاج صاحب المركز، يبقى كده مش عشوائي، ده كده كوسه. ولا هيختار رقم بمزاج الجهاز، يبقى كده هو ده كده باي لك انت وحظك. هو ده فكره العشوائي، ان اخلي الجهاز تحدد له مجموعه من الارقام وهو يختار رقم الفائز. انت البني ادم ملوش تدخل فيه، ازاي نعملها بطريقه العشوائي؟ هو ده فكره العشوائي، ازاي اخلي البرنامج يطلع رقم عشوائي؟ زي يقول لك ايه؟ احنا هنطلع الفائز النهارده من وسط 100,000 عميل، تمام؟ هنطلع اربع فايزين، الاربع فايزين دول صاحب الشركه بيتدخل فيهم؟ المفروض لا،
ده المفروض، الله اعلم بيحصل ايه. المفروض لا، يبقى طالما المفروض لا يبقى معنى كده ان البرنامج والكمبيوتر هو اللي بيطلع رقم على مزاج الكمبيوتر. انت حضرتك قدامك التكست بوكس بتاع الكومنت بتكتب التعليق اللي انت عايزه في الفيسبوك، صح ولا غلط؟ انت بتكتب بمزاجك، ده مش عشوائي، ده كده حاجه محدده. اما تخلي الجهاز يطلع رقم على مزاجه، هو ده فكره العشوائي. مش شرط رقم، رقم او اسم ايا كان، المهم مين اللي بيتحكم في اظهار الحاجه؟ مين بيتحكم في اظهار الحاجه؟ الكمبيوتر. بالظبط فكره المسابقات، ديل اور نو ديل، من سيربح المليون، كل اللي انت شايفه المسابقات دي، كل اللي انت شايفها دي، يجي يقول لك ايه البرنامج المتسابق، هنختار متسابق دلوقتي من اللي قاعدين عشوائي. انت ممكن ما تخليهاش عشوائي، ممكن تخليها انت تخلي البرنامج يلعب، ما هو المبرمج يقدر يعمل اي حاجه. ممكن تخلي البرنامج يختار عمر ويقول لك ده اهو ده جهاز اختار عمر وبايلق، بس انت تكون مظبطها على عمر جوه، بس طبعا دي مش هتبقى عشوائي، فاهمني؟ يعني المبرمج هو اللي بيتحكم في البرنامج اساسا. هو انت ممكن تخلي، لو انت بتعمل برنامج لسيستم لبنك، ممكن تخليه يختار من ضمن حسابات البنوك حسابك انت ويزوده كل يوم 100 جنيه، ما انت المبرمج، انت اللي من حقك تعمل اي حاجه، فاهمني؟ فانت بس المهم احنا بنتكلم على لو الفكر اللي بما يرضي الله، فكر الراندوم ده، فكر العشوائي انك تخلي البرنامج يختار رقم على ايه، على مزاجه. طيب نيجي بقى للاو او بي. الاو بي دي اوبجكت اورينتد بروجرامينج. Object Oriented Programming ايه بقى OOP دي؟ قال لك دي طريقة برمجة وليس لغة برمجة. طريقة برمجة ايه ده؟ هو في طريقتين. قال لك الطريقة اللي فوق دي اللي احنا هنشتغل بها لحد ما نوصل للراندوم، دي الطريقة السيمبل. ايه الطريقة السيمبل؟ حضرتك انت لما بتيجي تشتغل على البرنامج بيبقى قدامك شاشة، تمام؟ الشاشة دي فيها زرار مثلا اسمه كالكوليتر. انت كمبرمج عايز توصل للكود ده، كليكتين تحت الزرار هتلاقي الكود مكتوب، واي مبرمج هيفهم. كليكتين تحت الزرار وهتلاقي الكود مكتوب وزي الفل، هيلاقي كود جافا والراجل دارس جافا فيفهم الكود ويقدر يعدل فيه. ده الكود السيمبل، انك بتكتب الكود تحت الزرار مباشره. طريقه الاو بي بقى طريقه برمجه، طريقه برمجه وليس لغه برمجه، طريقه برمجه جديد. قال لك ايه الطريقه؟ قال لك الطريقه دي معتمده على صفتين، صفة اسمها انكابسوليشن وصفة اسمها داتا هايدنج. انكابسوليشن بيسموها مبدأ التغليف، انكابسوليشن مبدأ التغليف، داتا هايدنج مبدأ اخفاء البيانات. قال لك ايه بقى الفكرة دي؟ حضرتك اول حاجة بتعمل لما لو برمجت بطريقة الاو بي، الزرار اهو والشاشة قدام عينك اهي، دي الشاشة اللي هتبرمج عليها. بتعمل مثلا يوزر نيم وباسورد، تمام؟ وعايز تبرمج، عايز تبرمج الزرار ده. قال لك لو هتشتغل بالطريقه العاديه، كليكتين تحت الزرار وابدا ايه، برمج وعيش واشتغل واكتب الاكواد بتاعتك اللي هتنفذ الكودين وخلاص. طب لو هتشتغل بطريقه الاو بي، قال لك لا، بتعمل ملف، الملف ده اسمه جورج مثلا، وتعمل جواه كود، الكود ده جواه اسمه علي بينفذ امر معين. لما تيجي تكتب تحت الزرار اكتب جورج دوت علي. اي واحد فاهم برمجه ودخل تحت الكود لقى كلمه، ولقى كلمه في حاجه في البرمجه اسمها جورج، في حاجه في البرمجه اسمها علي. الوحيد اللي فاهمها هو اللي كتبها. جورج ده ملف جواه كود اسمه، فمحدش يعرف يوصل لها غيرك. هو ده اسمه مبدا الداتا هايدنج، مبدا اخفاء البيانات. محدش يفهم يفهمها غير اللي كاتبها، محدش يفهمها غير اللي كاتبها. فهو الوحيد اللي عارف ان في عندي ملف اسمه جورج وعندي كود جواه اسمه علي، تمام؟ هو ده المبدا. وعندك لو عندك كود تاني هنا اسمه محمد، انت مسميه محمد وينفع ويشتغل عادي جدا، واكتب جواه كود ان شاء الله كود بيعمل سيرش مثلا، بس انت كاتبه بالجافا. عايز الكود ده اكتب جورج دوت ايه محمد، خلاص. اي واحد هيجي يفتح الكود هيبص ايه جورج وايه محمد دي، ولا فاهم حاجه. اللي كاتبها هو اللي فاهمها، هو ده اسمه مبدا الداتا هايدنج. وده كل شركات البرمجه شغاله بطريقه الاو بي، كل شركات البرمجه. قال لك طيب ده مبدا الداتا هايدنج، مبدا الانكابسوليشن، مبدا الانكابسوليشن مبدا التغليف. كلمه تغليف بتتقال لما باجي اغلف على حاجه، هتلاقي هنا الاكواد بتاعتك علي ومين؟ محمد، صح؟ مين اللي مغلفهم؟ جورج. يبقى جورج ما هو اللي ايه؟ غلاف. يبقى العبره في علي ومحمد ولا جورج؟ لا، في علي ومحمد. الاكواد فين؟
علي محمد. يبقى العبره جورج بس هو عباره عن ايه؟ تغليف. هو ده مبدا التغليف. قال لك زي كلمه انكابسوليشن جايه من كلمه كبسوله. كان زمان الدكتور عندنا في الجامعه الله يمسيه بالخير كان يقول لنا ايه؟ يقول لك الكبسوله بتاعت الدواء. قال لك زمان واحنا صغيرين كنا بنمسكها ونفكها ونحط فيها البودره ونضرب البودره. العبره في البودره ولا البلاستيكيه بتاعت الكبسوله؟ في البودره. هو ده المفعول. قال لك هو ده الفكره، العبره ما بداخل الملف، هو ده العبره في الاكواد. قال لك بقى الملف اللي اسمه جورج ده يا باشا هو ده الكلاس، هو ده الكلاس، بس احنا بنقول عليه ملف. لسه بشرح. الاكواد اللي جوه علي ومحمد هي دي الميثود، هي دي الميثود او البروسيجر او الفانكشن، هو اسمها عندنا كده. والملف ده اسمه ايه؟ بس انا عمال اقول عليه ملف عشان لسه بنشتغل، لسه بنقول ايه؟ لسه بنقول ايه هاني؟ اسمه عندنا كلاس. خلاص؟ طب والميثود ديت هي علي ومحمد. خلاص؟ الفانكشن هو ما حدش يفهمها غير اللي كاتبها. طيب، ايه بقى فكره الانهيرتنس والكونستراكتور والكلام ده كله؟ كونستراكتور ده حاجه لو كتبت كود كده وكتبت كود هنا اسمه جورج. يا عم ده انت مسمي الملف اسمه كاتب جواه كود اسمه جورج؟ قال لك اه. اول ما تلاقي كود جوه الملف اسمه نفس اسم الملف بيتقال عليه كونستراكتور. هل علي يتقال عليه كونستراكتور؟ محمد يتقال عليه كونستراكتور؟ جورج؟ اه، عشان الملف في نفس اسم الكود. بيتقال الكونستراكتور ده صفاته ايه؟ قال لك بيتنفذ تلقائي. ايه؟ لا ده الاوبجكت حاجه ثانيه، الاوبجكت لما اجي استخدم جوه الكلاس. تمام؟ الاوبجكت لما تيجي تعمل كده جورج اكس يساوي نيو جورج، هو ده الاوبجكت يا باشمهندس. كده انت اكنك بتاخد نسخه من ايه؟ من جورج عن طريق الاكس. يبقى كده اكس من حقه يستخدم اللي جوه جورج، يبقى اكس من حقه يستخدم واكس من حقه يستخدم، عشان جورج قال انت من حقك تستخدمني. هو ده الفكره. طب الكونستراكتور قال لك بيبقى اسم الكود اسمه نفس اسم الكلاس. طب ايه الصفه اللي فيه؟ والميزه؟ قال لك بيتنفس تلقائي. اول ما بكتب جورج بس كده ولا علي ولا محمد اوتوماتيك الكود ده يتنفس اوتوماتيك، مش محتاج ان انا اقول ايه جورج ضد جورج، لا على طول يتنفس تلقائي على طول. قال لك بالظبط زي ما بتعمل كونكت بالواي فاي. هل كل ما تخش البيت تعمل كونكت ولا بيعمل كونكت اوتوماتيك؟ دي الاكواد اللي انت حابب تنفذها تلقائي. عارف بيستخدموها امتى؟ ساعات مثلا بتقول ايه اول ما الراجل يخش يوزر نيم وباسورد على السيستم اوتوماتيك يبعت ميل للمدير يقول له ايمن دخل على السيستم، يجي يخرج اوتوماتيك يبعت ميل. مش لازم بقى ايه، هو انت لو موظف في الشركه من مصلحتك انه يتبعت ميل انك جيت الساعه كام وخرجت الساعه كام؟ خلاص الجمهور بتيجي متاخر، صح ولا غلط؟ لا. ازاي بقى اخلي الكود يتنفس تلقائي بدون ما الموظف يعرف؟ هو ده الكود اللي احطه جوه ايه؟ كونستراكتور. برافو عليك. اخلي الكود يتنفس تلقائي من نفسه من غير ما الموظف يعرف ولا من غير اليوزر يعرف خالص. دي الاكواد اللي انت عايزها تشتغل تلقائي. هل من تلقاء نفسه يعمل ايه؟ يعمل طباعه فاتوره؟ لا، في حاجات ما ينفعش تشتغل تلقائي. هل من تلقاء نفسه يصرف 1500 جنيه للخزنه؟ لا، في حاجات محتاجه ان انا اضغط عليه على الزرار، وفي حاجات محتاجه انه يتنفذ تلقائي. يعني مش يعني ما تقولش ايه ما كل الاكواد بقى نعملها تلقائي. خلاص، يبقى ان شاء الله الفيسبوك من بكره يعمل لك كود تلقائي يضيف اصدقاء عندك على الفيسبوك. ينفع؟ لا، في حاجات انت اللي محتاج تدوس وانت اللي تنفذ الامر، وفي حاجات محتاجه انك تنفذ ايه؟ تلقائي. حسب السيستم بتاعك، الحاجه اللي انت حابب تتنفس تلقائي تحطها جوه كونستراكتور. والكونستراكتور هو ايه؟ اسمه نفس اسم الكلاس. برافو عليك، ما تقولش فايل بقى، خلاص فهمت ان جورج ده كلاس، يبقى اسمه نفس اسم الكلاس. طيب ده هو مرافق. هو ينفع بالاوبشن ان انا اكسس الكونستراكتور؟ لا، اوتوماتيك انت الحركه دي بتاكسس الكونستراكتور. خلاص مش محتاج. ليه؟ انت ايه ليه؟ والكلاس اسمه والكونستراكتور، عشان كده قلت لك بيشتغل تلقائي مع تشغيل الكلاس. بيشتغل تلقائي مع تشغيل الكلاس. اما كلمه علي ومحمد عمرها ما هتشتغل غير لما تقول اكس دوت علي. لو ما قلتش اكس دوت علي ولا هيعبر عني ولا الكود هيشتغل. كود موجود بس ما استخدمش. كود موجود بس ما استخدمناهوش. الاكس دوت علي دي مكتوبه بالاوبجكت فوق؟ بالاوبجكت فوق. لو حابب تاكسس على مين؟ علي. لو ما كتبتهاش يبقى علي كود مكتوب بس ما حدش استخدمه ولا هيتنفذ. اما جورج اوتوماتيك بيتنفس. هو ده فكره الكونستراكتور. تمام؟ ازاي بيشتغل وبنعملها ازاي؟ ده هنتعرف عليها بالتفصيل الممل واحنا شغالين. بس النهارده دايما بيتقال اهم محاضره هي اول محاضره بتفهمك الكورس بتاعك بيمشي ازاي. طيب الانهرتنس
قال لك انت عندك كلاس اسمه جورج وعندك كلاس اسمه احمد، جواه اكواد اسمه اكس وجواه اكواد اسمه واحد، وعايزين نعمل وحده وطنيه بين احمد وجورج. قال لك جورج ده الراجل ده عنده كلاس وفي اكواد، بس في كود عند احمد عايز يستخدمه. قال لك تخلي جورج يورث من احمد، تخلي جورج يورث منين؟ هي دي الانهيرتنس. لما يكون عندك ملفين، الملف ده فيه اكواد والملف ده فيه اكواد، بس الملف الاولاني عايز يستخدم اكواد من الملف الايه، بلاش نقول ملف بقى، من الكلاس. عندي كلاس اولاني وكلاس، بس الكلاس الاولاني عايز يستخدم كلاس، عايز يستخدم كود جوه كلاس تاني. قال لك يبقى انت تقول لاحمد يورثك الحاجات اللي جوايا، هو ده فكره التوريث. طب ليه؟ قال لك عشان ما اخدش الكود تاني اكتبه تاني هنا، مش كده، مش زياده كتابه اكواد، واقول لك اكواد لما بتزيد كفاءه البرنامج بتقل. قال لك لا، مش الكود موجود وفي نفس البروجكت، ما تخل جورج يورث من احمد، هي دي الانهرتنس. اما يكون كلاسين يورثوا من بعض، ازاي نعمل كلاسين يورثوا من بعض؟ لتقليل تكرار الايه؟ الاكواد. برافو عليك، لتقليل تكرار الاكواد، دي فكره الانهرتنس. تمام. الاوفرلاب، انت عملت كود اسمه ايه؟ ممكن اعمل كود تاني اسمه عم جوه جورج، هي دي بيسموها اوفرلاب. كودين اسمهم ايه؟ عادي، ما بيبقى عادي جدا مع اختلاف حاجات معينه، بس ما نيجي نشتغل عليه، هو ده فكره الاوفرلاب. بس هو كده نفس الاثنين عادي، لا ما هو مع اختلاف حاجات معينه، بس ما نيجي نشتغل خلاص. بس هي فكره الاوفرلاب معناها ايه؟ ان يكون تبني اثنين مسو بنفس الاسم، هو ده فكره الاوفرلاب. ايه؟ يعني ممكن احط اسمين ليه؟ ده بالارجيومنتس وكده ومع بالظبط. يعني ايه مع ليه بتقل بقى ايه؟ لما احط اسمين عشان ساعات بحتاج مثلا اقول ايه؟ والله انت ممكن تجيب نتيجه الطالب بالرقم الجلوس، وممكن تجيب نتيجه الطالب باسم الطالب، صح ولا غلط؟ الاثنين بيعرضوا النتيجه، بس ده محتاج رقم الجلوس وده محتاج الايه؟ الاسم. فحاجات دي بتتغير. هعمل كود اسمه شو جريد، وهعمل كود تاني اسمه شو جريد برضه، الاثنين نفس الاسم، بس ده بيحتاج وده بيحتاج رقم الجلوس، فاهمني؟ ده مثال مثلا معين. خلاص؟ هتلاقي دايما امثلتي ناحيه الجامعه. خلاص؟ ايه؟ لا، الاوفر لودنج اوفر رايد دي بنعملها في الميثود، هنيجي نشتغل فيها. تمام؟ الفايل، قال لك ازاي يكون عندك فايل نوت باد كده، طبعا عارفين برنامج النوت باد، وتخلي الجافا تاكسس على ملف نوت باد، وتسجل جواه بيانات، تسجل عمر، تسجل علي، تسجل احمد من الجافا. ازاي يخلي الجافا تاكسس على الفايلات؟ وازاي اقرا من الفايل؟ ازاي اقرا من الفايل كمان؟ هو ده فكره الفايلات. الفايلات هناخد حاجتين فيها، اوبن وكلوز وريد ورايت. اوبن وكلوز وريد ورايت، ازاي نعمل الكلام ده كله؟ الجرافيك، قال لك الجرافيك ده يا سيدي الناس انك ازاي تخلي البرنامج يرسم. عايز ترسم دايما، طب ما تخش على الرسام ويرسم. قال لك ازاي تخلي الجافا ترسم. عايز ترسم شكل مربع، عايز تكتب كلمه بسم الله بالجافا، ازاي تخلي البرنامج يكتبها. عايز تكتب تعمل برنامج شكل الباي، عارفين الشكل ده اللي هو الشكل البيانيه، ازاي تخلي البرنامج يعمل العمليات دي ويلونها وينون كل واحده. ازاي تخلي البرنامج يعمل ويرسم الادوات الرسم، ازاي نتعرف على ادوات الرسم، وهناخد مثال بادوات الرسم. خلاص. الداتابيز بقى ايه؟ هناخد سوينج طبعا، الداتابيز والاناليسز والجرافيك كل ده ناخد ايه في سوينج طبعا. طبعا طبعا. تمام. لحد هنا هتلاقيني كل ده شغال زي ايه؟ زي الكونسول. بعد كده هتلاقيني داخل في الفورمز بقى، اكيد ده لازم اشتغل في الفورمز. خلاص. في حاجات كتير هنزود عن الكورس كتير، عشان في حاجات الحاجات دي لازم تكون مستخدمه. الحمد لله انا ليا شغل في السوق وعارف ايه اللي في السوق اساسا، وليا شغل في الجامعه. الجامعه ما بتديش كل حاجه، ودي حاجه معروفه، ودي حاجه معروفه على فكره، طبيعي عشان للاسف احنا مضطرين نمشي بمنهج دراسه الوزاره حطاه للاسف الشديد. خلاص. فانت مضطر ان انت تعرف، بس لو جيت بصيت هتلاقي الجامعه بتديك بدايات وانت تكمل. لو اعتمدت على دروسي انا بقول لك في حسابات القاهره، الحاجه اللي بنديها ما تاكلش عيش بره في السوق خالص خالص. فبنبتدي ايه؟ بيضطروا بقى يدرسوا يوتيوب، يضطروا وات ايفر بقى ان كان. فاحنا هنخش، طالما انت داخل كورس ما ينفعش تبقى تخرج زي الجامعه، لا
تقدر تبني ابلكيشن فروم سكراتش من الزيرو. خلاص هنيجي بقى في جزء الداتابيز بقى. ايه بقى الداتابيز اساسا؟ يعني ايه داتابيز بالعربي؟ يعني قاعده بيانات. كلمه قاعده بيانات مكان بنسجل فيه بيانات على الكمبيوتر، مكان بنسجل. بعدين تقفل التكييف، اقفله. اكيد الجزء اللي قدام تلج، هو اكتر من هو. لو عايزين تقفلوا التكييف اقفلوه، انا ما عنديش مشكله خالص. من تحت، من عندك، من تحت. لو عايز تقفلوا، حابين تقفلوا براحتكم، مش فارقه. انا مش فارقه، اصل لقيت واحد بدا يلبس فقلت لا. يعني خلاص. ايه بقى الداتابيز؟ الداتابيز يا سيدي قال لك ده قاعده بيانات. كلمه قاعده بيانات معناها ان انت بتسجل بياناتك على الكمبيوتر. يجي واحد يقول لك ايه، يجي السوبر ماركت تحتك يقول لك انا قلبت شغل كمبيوتر، وايه يعني حطيت بيانات على الكمبيوتر؟ هو بالنسبه له كلمه عامه، بس هي في الحقيقه اتحطت على الكمبيوتر جوه حاجه اسمها قاعده بيانات، داتابيز. تيجي مثلا صيدليه تقول لك انا عملت جبت سيستم للصيدليه وبقيت اسجل بيانات على الكمبيوتر. هو بالنسبه له الدكتور كلمه كمبيوتر كلمه عامه، مش فاهم. انت بقى كراجل مبرمج فاهم ان هو عمل داتابيز وحط فيها البيانات. قال لك ايه بقى فكره الداتابيز؟ قال لك الداتابيز دي بدل ما كنا بنسجل على ورقه بقينا بنسجل على الكمبيوتر. طب ايه الميزه في الداتابيز؟ الميزه قال لك في اربع مميزات. رقم واحد، الورقه دي لو محطوطه على المكتب، تمام، رحت انا خرجت بره، اي حد هيمسك الورقه ويفتحها ويقرا اللي فيها ويعدل فيها كمان وبمزاجه، صح ولا غلط؟ الداتابيز لا، يوزر نيم وباسورد. لو دخلت الساعه كام وخرجت الساعه كام ودخلت عملت ايه، ولو اول ما تدخل يبعت رساله، خليه يبعت رساله اس ام اس على الموبايل او يبعت رساله على الميل. تخيل يعني متراقب. دي ميزه الداتابيز، ادي اول ميزه السكيورتي. تاني ميزه، لو الورق قدامك اهوت وسيادتك جنبك كوبايه شاي وكوبايه ميه واتدلقت على الورق، بالسلامه، الورق كله ضاع. او لا قدر الله قامت حريقه في الشركه، كل اللي على الورق بالسلامه، زي ما حصل ايام الثوره وكل المحاكم ولعت، فبالتالي كل حاجه ضاعت، فمش عارفين الجاني من المجني. مع العلم هتقول لي مكانه هنعمل داتابيز يا ايمن وهتتسجل على الكمبيوتر وما زي الفل، ما الاجهزه هتولع. قال لك منهايه كل يوم بيتاخد باك اب، نسخه احتياطيه، تمام، نسخه احتياطيه على فلاش على اس دي. هتقول لي اس دي هتولع او الفلاش هتضيع، اقول لك بيتاخد نسخه احتياطيه بتترفع على الميل، البلد كلها لو ولعت اعمل داونلود وكمل شغلك عادي. ايه اللي هيضيع؟ يوم هتعرف ترجعه، بس سنه مش هتعرف. سمعنا عن بنوك ولعت قبل كده؟ اه سمعنا عن داتا راحت؟ عمرنا ما سمعنا بنوك ولعت، بس عمرنا ما سمعنا داتا ولعت، داتا راحت. بالعكس، حسابات العملاء زي الفل وزي الفل وكل واحد برصيده، بس سمعنا عن محاكم ولعت، بس لقينا كل داتا طارت. ليه؟ ما انا مش معتمدين على الداتابيز. هتقول لي الداتابيز بقى بيعملوا حاجه اسمها كلاود بقى، خلاص؟ بتوع فودافون عارفين الكلام ده، تعمل كلاود وشغلنا كله كلاود. على فكره بدات الناس كلها تتجه للشغل ده، شغل الكلاود. كلاود ده وبيج داتا والكلام ده قصه كبيره، خلاص؟ فكره الكلاود يعني في الكلاود ده مساحتك على الانترنت، خلاص، وانت الداتا بتاعتك متخزنه على الانترنت، فانت بالتالي مفيش حاجه مسجله على الارض، كل حاجه فوق خلاص كده. اي حاجه اي وقت تحصل، بقول لك لو البلد كلها اتربقت تقدر تحمل الداتا وتكمل شغلك عادي جدا، مفيش اي مشاكل. هو ده ميزه الداتابيز، ده رقم واحد. بمناسبه الكلاود، في كندا وفي امريكا دلوقتي لما بينزل لابتوب حجم الهارد بتاعه ما بيتعداش ال 2 جيجا، والباقي كله كلاود. كلاود ده بس محتاج سرعه انترنت عاليه. شفت لما بتاكسس على الدرايف بتاع الجيميل بتاعك؟ درايف هو ده، زي هو ده قريب من فكره الكلاود بس على مصغر. بقى ما فيش مساحه خلاص في الهارد، لا، الدنيا كلها يقول لك ايه، انا مديك مساحه على الانترنت كلاود تاكسس عليها، حط بقى فيها صورك وفايلاتك وكل حاجه. النهارده لما تيجي تسجل على الكونتاكت على الموبايل تلاقيه مرفوع على الجيميل، صح ولا غلط؟ هو ده فكره الكلاود بس على مصغر. النهارده موبايلك لو ضاع مش بتجيب الاسماء بتاعتك؟ صح ولا غلط؟ كان زمان كناش بنعرف. هو ده فكره الكلاود، ده فكره الداتابيز، انك بياناتك متسجله وتقدر ترجعها في اي وقت حتى لو حصل اي حاجه. طبعا حكومتنا الكلام ده مش بالنسبه لها مفيش اي حاجه، للاسف، فعلا للاسف مفيش الكلام ده خالص. خلاص تيجي بعد كده الجزء الثاني، الحاجه الكويسه. انا لو مش دفتر ده شغالين عليه، دفتر المبيعات او دفتر الوارد في شركه، الراجل جورج عايز دفتر الوارد، هيقول له مع ايمن استنى ايمن لما يخلصه، صح ولا غلط؟ هيقول لك في اداره المبيعات بيتراجع مع ايمن، هيضطر جورج يفضل قاعد لحد ما مستني الدفتر يجي لحد ما ايمن يخلصه. قال لك لا، الداتابيز فيها مبدا الشيرنج. الشيرنج يعني ايه؟ انت تفتح ملف الوارد وانا اكون فاتح ملف الوارد، وعادي جدا والدنيا شغاله. كم واحد بيخش على سيستم البنوك في نفس الوقت؟ كتير جدا. مش تقدر تسحب، تقدر تكون فاتح حسابك في بنك القاهره فرع ثروت وسط البلد، تقدر تسحب من فرع سوهاج، صح ولا غلط؟ مبدا الشيرنج. لو كان بقى ملف لو كان على دفتر
يقول لك استنى ما بنبعته لك من القاهره لسوهاج، ان شاء الله اقعد بقى ساعتين ثلاثه وخمس ست ساعات وما يجي لك خلاص. فدي ميزه الداتا بيز. ميزه لو بصيت على حياتنا كلها مبنيه على داتا بيز. الفيسبوك لما بتخش تسجل بياناتك ورفعت بوست مش بتلاقيه بعد سنه، بتلاقيه ما بتلاقوش. مش الفيسبوك بيفكرنا دلوقتي يقول لك انت رافع من سنه بوست صح غلط ده كان متسجل، لما بترفع بوست او كومنت بتلاقيه متسجل. متسجل فين؟ جوه داتا بيز. احنا بنقول بنسجل جوه الكمبيوتر، بس ما ينفعش احنا نقول كده. انتوا خلاص بقيتوا متخصصين في المجال ده، فبالتالي يبقى انت تبقى عارف الخبايا. ده متصمم جوه الكمبيوتر جوه حاجه اسمها داتا بيز. هو ده الفكر. كل بياناته بيانات المدارس متسجله في داتا بيز، بيانات الثانويه العامه مش كنت بتدخل رقم جلوسك ويطلع بياناتك؟ داتا بيز. لو بصيت حواليك كل الدنيا شغاله داتا بيز النهارده، كل الدنيا. والميزه ان بيتاخد باك اب نهايه كل فتره، والميزه ان هو سكيور مش معتمد على دفاتر. والميزه كمان ان الدفتر النهارده لو قال لك اكتب تاريخ التاريخ الفاتوره، رحت كتبت تاريخ فاتوره 13/13/2013، الورقه هتقول لك لا، الداتا بيس تقول لك لا، الداتا بيس تقول لك لا، مفيش حاجه اسمها 13/13/2013. فبتبقى ايه؟ انتر اكتف مع اليوزر. تيجي تسجل فاتوره رقم 35، تيجي تسجل فاتوره ثانيه 35 تقول لك لا ممنوع. تيجي اسجل كورس هنا، اسجل انستراكتور اسمه ايمن، ايمن بيدي ايه؟ كورس اي او اس، مفيش كورس اي او اس في المركز، الورق يقول لك الداتا بيس تقول لك لا. رايح تسجل انستراكتور تحت كورس مش موجود عندنا، زي مثلا في جامعه القاهره نيجي نسجل طالب تحت كليه التربيه، ما عندناش كليه التربيه في جامعه القاهره، ما عندناش. لو انت بتسجل على ورق تقبل، لو بتسجل على داتا بيز ترفض، يقول لك لا ما عندناش كليه اسمها كليه التربيه، ازاي تسجل لي طالب تحت كليه؟ الكليه مش موجوده. فدي فكره الداتا بيز، بتبقى انتر اكتف مع اليوزر وبتمنع حدوث المشاكل قبل الايه؟ تمنع المشاكل قبل حدوثها. فهي دي ميزه الداتا بيز. طيب احنا بقى ايه البرامج اللي بتبني قواعد بيانات؟ ايه البرامج اللي بتبني قواعد بيانات؟ قال لك عندنا ناخدها من الاصغر للاكبر. رقم واحد اكسس، برنامج مايكروسوفت اكسس اكيد عارفينه. رقم اثنين ماي اس كيو ال وسيكوال سيرفر، الاثنين زي بعض برنامجين. رقم ثلاثة اوريكل. اقل حاجه اكسس. طب اقل حاجه في ايه؟ وامتى اشتغل باكسس وامتى اشتغل باوريكل؟ قال لك حسب حجم البيانات اللي موجوده جوه السيستم. بيانات فودافون زي بيانات مدرسه، مين الاعلى؟ فودافون. قال لك لما تيجي تشتغل بدل ما تشتغل ما تجيش تشتغل ببرنامج قليل. قال لك برنامج الاكسس بيشيل 2 جيجا بيانات. هتقولي ده 2 جيجا دول يا ايمن فيديوهين وخلاص وبيخلصوا؟ لا، حجم البيانات او الميجر يونت، وحده قياس البيانات، تختلف عن وحده قياس الملفات بتاعتنا. البيانات ديت بالبت وبالبايت كمان، بيبقى اقل بالبت. خلاص حجم البيانات بتتقاس ازاي؟ البت والبايت والكيلو بايت، الناس ما تعرفش الكلام ده. زي عمر زي عمرو، الكيلو جرام والجرام والسنتي والكلام ده كله، بس احنا عندنا في الداتا بالبت والبايت. تمام؟ حجم البيانات الاكسس ده بتشيل 2 جيجا بيانات. هتقولي ده 2 جيجا ولا ايه؟ لا، 2 جيجا لو بيانات مدرسه تشيل، لو بيانات صيدليه تشيل، بس ما يكونش ليها فروع. اهم حاجه الاكسس ما بيدعمش الشبكه. هتقول لي يا عيني لو ليا صيدليه ليها فرعين عايز اربطهم ببعض، اكسس نيفر، استحاله. ايه؟ في شيرنج، بس هتسمع كلمه السيستم واقع، ما بيدعمش الشبكه. الاكسس لو موجود على الجهاز ده والثلاث اجهزه دول او الاربع اجهزه دول اتصلوا بالاكسس هنا، الاكسس يقع. وعن تجربه شخصيه، ثلاث اجهزه جربناها بتاع التبيز وقعت، تلاقي كل شويه ايه؟ هنج، وتسمع كلمه السيستم واقع. طب ابدا بقى ايه؟ اتنقل، طالما هتشتغل على اكتر من فرع اكسس نيفر. ابدا بقى اتنقل لحاجه بتدعم الشبكه. قال لك مين؟ ماي اس كيو ال وسيكوال سيرفر. ثلاث ارباع مواقع الانترنت شغاله على سيكوال سيرفر، ماي اس كيو ال. ثلاث ارباع مواقع الانترنت شغاله على سيكوال سيرفر. الانترنت كم واحد بيدخل عليه في نفس الوقت؟ كتير، صح ولا غلط؟ موقع سوق وجوميا شغالين سيكوال سيرفر. يبقى السيكوال سيرفر بيدعم الشبكه ما بيدعمش؟ وحجم الداتا بتاعته اعلى بكتير 10-20 ألف مره الضعف الاكسس. كام؟ الله اعلم، عشان ما افتيش. الله اعلم كام عشان ما افتيش، ما اعرفش. بس لك ان تتخيل بيانات سوق متسجله على سيكوال سيرفر، كتيره ولا مش كتيره؟ كتيره. طب لو انت بقى شغال على شركات مالتي انترناشونال بقى، وانترناشونال زي فودافون او البنوك او جهينه، شركات كبيره وحجم بياناتها كتير وحجم الترانزاكشن اللي بتتم عليها كتير، العمليات، حجم بيانات، حجم مش بيانات، حجم العمليات اللي بتتم على شركه جهينه اكتر، ولا حجم العمليات اللي بتتم على صيدليه العزبي؟ جهينه، صح ولا غلط؟
يبقى في الحالة دي لما تيجي تقول أنا هشتغل ببرنامج إيه، تقيس من وجهة نظرين، وجهة النظر الأولى حجم البيانات، وجهة النظر التانية حجم الترانزاكشن اللي بتتم على الداتا، خلاص؟ وليه فروع ولا ملوش؟ الأكسس لحضانة زي الفل، لمدرسة زي الفل ملهاش فروع، لصيدلية زي الفل، لمستشفى على قدها زي الفل، ما تقوليش دار الفؤاد، لا، والمستشفى على قدها، تمام؟ زي الفل ويشتغل على فكرة جدا، حلو جدا، بس خد بالك في يوم من الأيام هيقف. ليه؟ كل مرة حجم الداتا إيه؟ بيزيد، حصلت دي معانا في مدرسة الملكة الدولية. في مدرسة في فيصل، مدرسة الملكة الدولية كنا بنعملها سيستم. مش كنا بنعملها سيستم، بعتونا نشوف السيستم. وصلنا بصينا على السيستم لقيناه معمول بالاكسس. قلنا له السيستم ده من سنة كام معمول؟ قال لك السيستم ده من سنة 99. بقى له أكتر من حوالي 10 سنين شغال وأكتر. حجم كان شغال، قالوا أول ما اشتغل كان جميل جدا وفرحانين بيموت. حجم الداتا بدأ إيه؟ يعني الداتا بيز قفلت. قفلت وما عرفناش نفتحها تاني، وما اتفتحتش. طبعا هتقول الداتا راحت، كانوا هما يعني من حسن حظهم كانوا واخدين باك اب قبل 6 شهور فكانت كويس، يعني اللي ضاع منهم 6 شهور عرفوا يجيبوا الداتا من الاداره التعليميه وخلاص. رحنا عدلنا السيستم لسيكوال سيرفر. هتقول لي ليه ما اشتغلوش اوراكل؟ اوراكل محتاج ترخيص غالي، فبالتالي مدرسه مش تدفع ترخيص نص مليون جنيه وكل مش عارف كام سنه، فمحتاج ترخيص. لا، اللي بيدفع نص، اللي بيدفع الشركات ترخيص غالي جهينه، مرسول شيفروليه، البنوك، الحاجات اللي تقدر تدفع الكلام ده اللي بالغ بالنسبه لها لا تذكر، خلاص. فانت لما تيجي تعمل سيستم هنا، احنا هنعمل بالاوراكل عادي جدا مش مشكله نشتغل. لما تيجي تعمل سيستم لشركه او مثلا باباك عنده عياده دكتور وعايز تعمله سيستم، ما تروحش تعمله بالاوراكل. انت ان شاء الله لو عملته بالاوراكل تاني يوم باباك هيتحبس والعياده تتقفل، شط المصنفات هتيجي عليه معهوش ترخيص نشتغل بالاوراكل، فيروح مقفول، قافلين السيستم. يا اما بجد تاخد ترخيص ايه لو حد بلغ. طبعا ولو جت شط المصنفات بالبدايه ماشيه كده تمام. حصلت في مخزن ادويه في الحوامديه، في حته اسمها الحوامديه، كانوا معمول بشركه اوراكل، المبرمج البي بتاعه معمول بشركه اوراكل ببرنامج اوراكل، شط المصنفات الله اعلم بقى حد بلغ عنهم. فبالتالي طبعا شط المصنفات في بلدنا مش شغاله مبدئيا، يعني قليل قوي لما يكون حد مبلغ مبدئيا، بتقول لهم ده في شيء كذا كذا كذا، ويكون مبلغ شركه اوراكل عشان شركه اوراكل هي اللي تخلي شط المصنفات ايه تتحرك. اما طبعا لو جالنا وخد الخمسينيه خلاص خلصت الموضوع منهي يعني. اما يعني برضه مايكروسوفت، لو قلت شركه كانت في شركه في شركه برمجه في الشيخ زايد كانت شغاله بمنتجات شركه مايكروسوفت وبدون اي ترخيص وشركه برمجه، راح واحد ايه موظف من الموظفين اتخانق مع المالك، تمام، راح بلغ مايكروسوفت، مايكروسوفت جات لهم نفخت الشركه، نفختها، شغال بثلاث اجهزه فيجوال ستوديو وجهازين ويندوز سيرفر. جهاز الويندوز سيرفر الواحد اصلا ترخيصه 100,000 جنيه طالما شركة برمجة. اما لو فريلانسر زي حالاتك وحالاتنا ما بيتكلموش طالما حجم مبيعاتك مش عالي. اما شركة برمجة كانت بايعه لوزارة التعاون الدولي سيستم ب 250,000 جنيه، نفخت الشركة. اولا راحت جايبت له قالت له التو سيرفر اللي عندك 200,000، الثلاث اجهزة اللي شغالين فيجوال ستوديو تمام سنجل يوزر كمان، قالت له 50,000 لكل واحد، دفعته حوالي فوق 400,000 جنيه بسبب موظف راح بلغ عنه. فهي دي الفكره. فهو لما بتيجي تدم وبلغ مايكروسوفت، ما بلغش شط مصنفات، راح مايكروسوفت اللي في القريه الذكيه بعتت المحامي بتاعها نفخت الشركه. فهو ده فكره الايه البرامج. فاحنا دايما شغالين سيكوال سيرفر، تلاقي مصر شغاله متجهه دي سيكوال سيرفر، اوراكل الشركات الكبيره، هو ده فكره الداتابيز. ازاي بقى نربط ما بين الاناليسيس بقى؟ الاثنين على لا سوفت وير طبعا لا هو ملوش دعوه بالهارد وير. يعني انا ممكن اعمل داتابيز على الكمبيوتر عادي عندك عادي واشتغل عادي جدا. انا عامل شغل لوزاره التنميه المحليه ودار القضاء العالي وشغال عادي، وعامل شغل كتير جدا لشركات فور فري عادي بالبرامج بتاعتي، ما احنا مستخدمين سيكوال سيرفر تحته وفيجوال ستوديو، اشتغل عادي جدا ستاند الون عادي جدا. اما هو بيتكلم كشركه بتربح، فبالتالي انت محتاج ايه تدفع ترخيص، انت مش بتربح ومن ورايا فاهمني، وشركه هو دي الفكره عادي جدا. طب انا بربح من وراه بس انت فريلانسر مش بدخل الشركات، مش بدخل الشركات، انا شغال وكذا حد بلغ مايكروسوفت وكلميني ايه نسبه مبيعاتك، قلت لهم كذا كذا كذا، كلام فاضي بالنسبه لهم، كلام فاضي. حتى لو هتكسب 100,000 كل سنتين كلام فاضي بالنسبه لهم، لا انت برضو لسه ستاند الون. طب بالنسبه لك فريلانسر عادي،
الكلام ده لو انت فاتح شركه وبتتعاقد وتعاقدات وحجوزات والكلام ده كله. خلاص ويب ابلكيشن عادي جدا، انت بتحجز سيرفر على سيرفر خارجي وبتحط عليه داتابيس. عاملين كتير جدا سيرفرات من على جودادي مثلا او هوست جيتور سيرفرات. لما تيجي تحب تخلي الداتابيس بتاعتك، انت عندك داتابيس اونلاين واوفلاين. اوفلاين احنا طبعا هنشتغل اوفلاين. اوفلاين معناها انك ما تقدرش تاكسس على الداتابيس من بره، انسى. اما لو انت حطيتها على سيرفر، السيرفر ده عباره عن مكنه شغاله 24 ساعه ما بتطفيش، تمام، بيكون امكانياتها عاليه جدا. احنا لسه شارين سيرفر عندنا في الجامعه ب 120,000 جنيه. ده حاجه قليله على فكره، حاجه قليله. دار القضاء العالي شاريها سيرفر ب 250,000 جنيه. السيرفر ده عباره عن كيسه، بس كيسه بقول لك 250,000 جنيه، يعني ممكن بثمن بيتنا اللي احنا قاعدين فيه. خلاص فالكيسه دي بتكون امكانياتها عاليه جدا. تخيل جهاز ما بيطفيش 24 ساعه، فده كان تتخيل امكانياته عامله ازاي. ده احنا ما بنجي نشغل اغنيه وفيلمين الجهاز بيهنج عندنا. خلاص فلا، الاجهزه دي غاليه جدا بمحطوط عليها. بتاخد عشان تخليها اونلاين، الجهاز بتاعك تخليه اونلاين، بتاخد استاتيك اي بي من شركه تي داتا عشان تقدر تخليه اونلاين والناس تاكسس عليه من بره. بس اهم حاجه الجهاز ما يطفيش، يفضل شغال، دي اهم حاجه عندنا. هو طب الناس مش هتقدر على حمل 120,000 جنيه، ده انا بقول امكانيات عاديه 120,000 جنيه. طب اعمل ايه؟ قال لك في مواقع بتاجر لك سيرفرات، اشهرهم هوستجيتور وجوداتي. جوداتي السيرفر ب 1000 جنيه في السنه وبتاجر عنده وبتحط الداتابيز بتاعتك عليه، فاصبح الداتابيز بتاعتك ايه؟ اونلاين. من بيتك تقدر تدخل، من شغلك تقدر تدخل، من اي مكان تقدر تدخل، تمام. هو ده فكره اللي الباشمهندس بيتكلم عليها، انك تعمل سيرفر والقصه بتاعت السيرفرات. طيب عشان تبني داتابيز بقى محتاج البرنامج اللي احنا اتفقنا عليه، قلنا اوراكل او ماي سيكوال او سيكوال سيرفر حسب حجم الداتا وحجم الترانزاكشن. قبل ما تبني الداتا الداتابيز لازم تعمل اناليسيس. ايه بقى يا عم فكره الاناليسيس ده؟ قال لك تحلل قاعده البيانات. انت حضرتك بتروح تعمل عياده، بتروح تقعد مع الدكتور يقول لك والله انا عندي ممرضين بيقولي بعمل لهم فايل، وادي الفايل اهو ملف كده اهوت، تمام، ورق، وتقعد تملى البيانات بتاعتك. فايه البيانات بتاعت المريض؟ والله رقم المريض، اسم المريض، عنوانه، تليفونه، الشكاوى اللي بيشتكي منها، الادويه اللي بياخدها، العمليات اللي عملها، وبعمل له سي في عندي، تمام. ادي بيانات. ده بيقعد يحكي وبيجي الممرض يحجز تاريخ الحجز وقيمه الحجز والادويه اللي انت كتبتها له. بعد كده في استشارات، رقم الاستشاره وتاريخ الاستشاره والملاحظات اللي كتبتها على الاستشاره، تمام. عندي ممرضه، ايه بيانات الممرضه؟ باخد رقمها، تليفونها، واسمها، وعنوانها، وتليفوناتها، والمرتب بتاعها مثلا بتاخده، وبتيجي الساعه كام وبتمشي الساعه كام. بيقعد يحكي لك بالبلدي، وبتقعد معاه كده على المكتب ويقعد يحكي وانت بتقعد تكتب. انت بقى نتيجه الحكاوي اللي بياخدها ده تبني الداتابيز بتاعك. تبني ازاي بقى؟ ناخد من بق العميل كلام بلدي ونحوله لداتابيز. هو ده اللي احنا هنتعلمه في فكر الاناليسيس. عندنا في الاناليسيس هناخد رسمتين مهمين جدا، رسمه اسمها ERD، تمام، اللي هي Entity Relationship Diagram، ورسمه اسمها RS، تمام. اكيد بتوع مودرن خدوا الكلام ده. ايوه، وانت ده دي بتاع العلاقات مش بتاع دي بس، ده مايوان. خلاص، رسمه اسمها ERD ورسمه اسمها RS. دي ا ب اناليسيس داتابيس لازم تتعلمها. اي حد مصمم قاعده بيانات لازم يرسم الرسمتين دول قبل ما يصمم. عارفين الرسمتين دول بيمثلوا ايه؟ لما بتروح تبني مدرسه او تبني فيلا، مش المهندس بيرسم لك رسم بياني؟ الرسم البياني دوت او الرسم الهندسي على اساسه بيبدا يديها للمقاول، خد يا ابني صمم دي، صح ولا غلط؟ يبدا تطلع الفيلا. الرسم لو غلط الفيلا هتطلع غلط، صح ولا غلط؟ فبالتالي هتقع. نفس الكلام الاناليسيس، لو غلط الداتابيز هتقوم غلط، السيستم هيقوم غلط، فبالتالي هيقع. كان دايما عندنا دكتور في الجامعه يقول لنا ايه؟ الاناليسيس ده عامله زي ما بتعمل تحليل لاشعه. التحليل ده لو الدكتور اللي عملها لك حمار هيطلع تحليل غلط، فبالتالي الدكتور الثاني هيدي ادويه بناء على التحليل الغلط، فبالتالي الادويه غلط، فبالتالي المريض هيموت بالغلط. فعشان كده الاناليسيس دي اهم خطوه. الاناليسيس بتتبني صح، اهم حاجه بتتبني صح تقعد مع العميل صح، وتقعد تبص تطلع تفاصيل السيستم وتساله في كل حاجه، تساله في كل حاجه. ان شاء الله حتى وانت بتعمل يجي يقول له ايه؟ هو انت بتقبل حجوزات لحد الساعه كام؟ انا والله اقول لك بعد 20 حجز بقفل. يبقى انت تاخد بالك من انت بتعمل السيستم الحجز رقم 21 عفوا لا يجوز تسجيل اي حجوزات اليوم هذا اليوم،
رجاء التسجيل تاني يوم. شوف وسط ايه، هي دي الفكره، يجي يبين تاخد بكل تفاصيل، انت من ضمن التفاصيل دي تقعد تحكي ويقعد يحكيها لك، وبعد كده بتبني ايه الداتا بيس بتاعت حضرتك بناء على رسمتين دول. اللي بيرمي الرسمتين، اللي بيرسم الرسمتين دول راجل اناليست عندنا في الشركه، حد اسمه اناليست، محلل النظم. محلل النظم ده هو اللي بيرسم الرسمتين، وبعد ما يرسمها يروح يقول لك انت بتاع مصمم قاعده بنات، اه اتفضل صمم لي قاعده بنات. زي الراجل بتاع الهندسه، انت راجل زي اسمه الهندسي، المهندس يرسم، المقاول ينفذ، يقول له انا رسمت لك انت المنفذ، خد يا باشا ابني الفيلا وابني العماره على هذا الشكل. هو ده فكره الاناليس. الاناليس لو غلط السيستم كله غلط. عشان كده هناخد فيها تو سيشن ديت، هي وداتابيز، هنتعلم ازاي نعمل اناليسز، وازاي نحكي اكنك قاعد مع عميل وبتحكي بيحكي لك قصه بتعمل عن مدرسه. ايه بيانات المدرسه؟ وانا اقول لك انا عندي طلبه، ايه البيانات اللي بسجلها؟ يقول لك كذا وكذا، عندي مصاريف، عندي بصات، عندي مدرسين، عندي مواد، عندي كنترول، عندي عمال، عندي مش عارف مصاريف قسط اول، مصاريف قسط تاني، عندي مش عارف مصاريف مصريه اللي هي مصاريف بنزين بصات ومصاريف كهرباء والكلام ده كله. تبدا تاخد منه الداتا بالبلدي بالبق كده، وبتبدا تكتبه، تحولها لكام رسمه؟ لاثنين، الرسمتين دول. وبعد كده تبني داتا بيز. بعد كده بعد ما بتخلص بنيت الداتا بيز، ازاي بقى نربط ما بين الجافا والداتا بيز؟ ازاي نربط؟ ليه؟ الداتا بيز برنامج والجافا نيت بينز. احنا هنشتغل بايه بالبرنامج داتا بيز؟ اوراكل او سيكوال سيرفر، ده برنامج، والنيت بينز برنامج تاني. ازاي نعمل عمليه الكونكت دي؟ ازاي لما اسجل بيانات على النيت بينز واكتب جورج رقم تليفون كذا، عن تسجيل ياخد البيانات من الجافا يحطها في الداتا بيز. هي دي الحركه اللي بتتم. زي ما بالظبط بترفع كومنت وتكتب انتر، يرفع يسجل الكومنت جوه الداتا بيز، واكبر دليل لو جيت بعد سنه بتلاقي الكومنت بتاعك صح ولا غلط، فبالتالي بتبقى متسجله. دي اهم جزء في الكورس، ازاي نعمل عمليه الكونكت، وازاي نبني سيستم بقى. هنبني سيستم فروم سكراتش من اول ما نبني الريجستر، سوري مش ريجستر، احنا بنعمل ويب سايت، بنعمل لوجن يوزر نيم وباسورد، وازاي نعمل شاشه رئيسيه، وازاي نعمل شاشات اللي هو اللي قال عليها الباشمهندس اللي هو السوينج تمام، وننزل التكست بوكس والليبل، وننفذ اضافه اي اوامر الداتابيز اربعه، اد ابديت ديليت سيلكت انسرت ابديت، اللي هي اضافه تعديل حذف بحث. لو بصيت في حياتنا كلها تقدر تضيف صديق على الفيسبوك، تقدر تحذف صديق من على الفيسبوك، تقدر تعدل بياناتك من على الفيسبوك، تعدل اسمك وتعدل باسورد، تقدر تعمل سيرش على الفيسبوك، صارت اي حاجه في الدنيا تقدر تنفذ الاربع عوامل دول. هي دول الاربع عوامل، تقدر تضيف وتعدل وتحذف وتعمل. ازاي نعمل العمليات ديت من الجافا لايه للداتابيز؟ دي هتبقى اخر حاجه في الايه في الجزء بتاعنا. خلاص ده الكورس بتاعنا تمام. اتمنى واحنا شغالين اي حد شايف اي حاجه زياده هتفيدني انا قبل ما تفيدك انت، تقول لي والله يا ايمن في كذا 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 ما ينفعش نعملها، اقول لك من عينيا هتنفع تتعمل واحنا قاعدين نعملها وعلى خلاص. مش هينفع اقول لحضرتك هحضرها لك واجيبها لك المره الجايه، ما فيهاش اي حاجه خالص، ما فيهاش اي حاجه، بالعكس هتفيدني انا قبل ما تفيدك انت. خلاص اي حد يعني، انا الباشمهندس كان بيتكلم بيقول تراي وكاتش، تراي وكاتش كده كده اوريدي موجود اساسا جوه الاكسبشنز. حاجه تراي وكاتش دي حاجه مهمه جدا 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 للسوق، تراي وكاتش دي. خلاص ده هيبقى الكونتنت بتاع الكورس باذن الله. نتمنى يكون كورس كويس باذن الله. بس نصيحه، بلاش غياب، نصيحه، الغياب هياثر، الغياب هياثر، مش هياثر من حته الشهاده، انا قلت لكم الشهاده ولا لازم مبدئيا، مش هقصد شهاده ياد، والنبي لو هتاخدها من مايكروسوفت، والله انا بقول لك انا واخد شهاده من اوراكل ومايكروسوفت شهادتين، وهوريهم لك ولا ليهم ولا حد سنه. انا بتكلم على الشغل. ليه؟ انا من عادتي مش من نوع ان انا هتلاقيني بشرح، ده اكتر حاجه تضايق الستودنت او تضايق العملاء او تضايق الطلبه عندي في الجامعه، بيلاقيهم يجوا يقول لك ايه انت بتشرح الدرس ده، وتيجي تشرح الدرس ده، وتيجي تشرح الدرس ده، وتيجي تجيب مساله رابطه ما بين الثلاثه، وهو ما ادكش عنك. انا تلاقيني بعمل ايه؟ بشرح الدرس الاولاني ده، وانا بشرح ده بربطه بالاولاني، وانا بشرح اللوب هتلاقيني بربطها بمين؟ بالاف والفاريبل، بجيب مثال كده، وانا بشرح الاري هتلاقيني مدخل فيه لوب واف وفاريبل، وانا بشرح الراندوم هتلاقيني مدخل فيها اري ولوب وفاريبل. دايما هتلاقيني بربط بالايه؟ بالاعمل. هتلاقي كل مره هتلاقي مثال عمال يكبر، هتلاقي مثال بعد كده بناخده بنشرحه في ثلاث ساعات. مثال يعني هتيجي مثلا في مثال الري ده، هتلاقي النهارده كنت بشرح الري مع الاندرويد، ما طبقناش حاجه، شرح ثلاث ساعات شرح ما طبقناش، انا بقيت اشرح ثلاث ساعات،
هتلاقي كل مره المثال بيكبر بيكبر بيكبر. فهو ده الفكره. فبعد اذن حضرتك، انت راجل دافع فلوس، من حقك تستفاد بيها، من حقك تستفاد بكل دقيقه، تمام، من حقك تستفاد باي حاجه هنا في القدس. فبعد اذن حضرتك رجاء بلاش غياب. ده انا والله الغياب انت عايز تغيب غيب، بس انا بقول لك رجاء بلاش غياب عشان مصلحتك. لو هتغيب مرة ثلاث اربع مرات في الكورس هتلاقي فاتك حاجات من الكورس، وقعت الكورس احنا تسلسل على بعض. اديك زي ما انت شفت، اديك شفت انا ربطتها لك ازاي اهو. لما جيت حطيت السيلابس عمال كل شهر بطلق، هتلاقي الجزء ده انت لو غبت في دي مثلا، في دي اقسم بالله ما هتفهم او بي، وباقسم اقسم بالله ما هتفهم او بي. لو غبت في دي اقسم بالله ما هتفهم او بي. لو غبت في دي ما فيهاش مشكله، مش هقول لك لا. لو غبت في دي مش هقول لك لا. اما لو غبت في دي ودي، لو اتنططت صرف الكلمه مش هتفهم او بي، فهتبقى كارثه. هنا الاساسيات، الاساسيات بقى اي واحده هتغيب فيهم هتاثر بعد كده. ده انا بقول لك اساسيات. فبعد اذن حضرتك بلاش غياب، تمام. هو الكورس بتاعنا بيبدا من 8 ل 11 ان شاء الله، تمام. انا ببدا 8، انا كده كده ليه ببقى قبلك اساسا عندي كورس. حبي انا ممكن على طول 8 نبدا، حابين ندي 10 دقايق بس. انا بخاف على وقتك انت. انا عندي في الجامعه انا من 9 ل 3 شغال، من 9 ل 12 بخش محاضره، بخرج باب بخش 9 بخرج 12، 9 ونص ما دخلتش حد ورايا ده في الجامعه بصراحه. انا 9 ونص ما دخلتش حد ورايا في الجامعه. انت هنا ادخل، بس لو جيت قلت لي عيد هقول لك انا اسف كنت على بدري، مش من حق عيدك خالص. هتلتزم بالقواعد معايا هتبقى حبيبي وكفاءه، مش تلتزم هتبقى مشكله، مشكله عشانك انت مش مشكله. انا لما اجي عيد مثلا جورج اجا قال لي عيد، هل بقى باشمهندس يقول لي بقى عيد ايه بقى ان شاء الله؟ ما هو الوقت ده وقتي، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ تيجي تقول لي وقتي، يجي اصل حصلت معايا كرسي قبل كده، جيت حد جاء ودخل قال لي ممكن تعد لي جزء، رحت عدت، راح قلت له بره قال لي بعد اذن حضرتك حته عاده دي ثانيه مضايقني. بقول له ليه؟ قال لي وقتي، ما جاش بدري ليه؟ قلت له حقك، صح ولا غلط؟ قلت له بصراحه حقك، انا اللي غلطان. قلت له انت فعلا حقك، اصل انا مش في الجامعه هنا، انت حقك انت. قال لي انا دافع فلوس حق النص ساعه انت قعدت تعيدها له دي، انا مش هكذب عليك كان حقه، وانا مش عايز اسمع الكلمه دي من حد تاني بصراحه، عشان هو كان حقه احرجني وكلامه صح، وانا قلت له انت بصراحه انت صح انا اللي غلطت. انا بعد كده فعلا لا، ففعلا ضايقت ناس خلاص. فهتلاقيني ايه نص ساعه ولا يعني مثلا واحد جالي الساعه 9 هو هيقول لي عد لي الساعه، يبقى انا كده خلاص كام؟ 10 صح غلط. يبقى انت الراجل اللي قاعد من 8 ل 10 خد ايه؟ خد ساعه. طب هيقول لي انت عملت لي ايه ان شاء الله؟ عشان خاطر واحد جاي لي متاخر بيتدلع، حتى لو مش بيتدلع عنده ظروف، هيقول لك انا مالي. في ناس كده والله خرج بره وقال لي كده. فمش عايزين نوصل للحته دي، تمام؟ خليها 8 و10 مثلا، مفيش مشكله. اه مش هتفرق من 10 دقايق ربع ساعه، مش مشكله. ايه يا ريت تبقى 7 يا ريت، اصل انا عندي كورس اندرويد قبلكم على طول. فانا كده كده انا هنا من 5، انا من 5 ل 11 شغال معاهم قاعد. فانا كده كده اوريدي هتيجي تلاقيني، يعني حته ان هتيجي تقول ايمن هيتاخر ده لسه ما جاش، لا انا كده كده هتلاقيني موجود. نبدا 8 و10 حلو ولا 8 وربع؟ 8 و10 حلو، الكل كويس بالنسبه له. ايه 11 بعد كده 11، انا النهارده هخلص بدري، بعد النهارده مفيش 10 دقايق وهنقفل، بس بعد كده تمام 11 الا ربع بنقفل، عشان عقبال ما بتنقل ايه الفيديوهات. ساعات بنقفل 11 تلت بالكتير جدا، عشان الفيديوهات لوحدها بتاخد وقت اساسا، عشان هنا بيقفلوا 11 ونص او 10 ونص. مش عايز حد يطلع يقول لك ايه خلاص احنا قفلنا وتفضل خد الفيديوهات تاني يوم، لا بالعكس، تاخد الفيديوهات تذاكرها كل مره خلاص. فاحنا كده كده كل مره ان شاء الله البريك هم بيخبطوا علينا. النهارده احنا ما اديناش بريك عشان احنا لسه بنقول هادي الدنيا بيس في الاول كده خلاص. بعد ما نخلص بتاخد الفيديو اهو، بنوقف الفيديو ما شاء الله ساعه ونص، بس احنا مش هنعمل الحركه دي تاني، تمام. الفيديو بعد كده بنقسمه نصات، نص ساعه، تمام. ليه الفيديو انت انا متاكد ان عمر واحد فيكم هيتفرج على ساعه ونص، استحاله استحاله. فدايما الفيديو لما بيطول بيبقى ملل. النهارده بس عشان الكورس كله احنا بنقول ايه اوفر فيو، فعشان كده ما تقدرش اقسم. اما بعد كده هتلاقيني ايه بنقسم الايه الفيديوهات. هنا هنوقف الفيديو ده، او ممكن